اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم جراحات الدقه، جراحات قمه الحرص والاحتراف، جراحات الخطا فيها غير يعني مقبول في كثير من الاحيان، لكن جراحات الرياده المصريه، جراحه المخ والاعصاب. المصريين هم رواد جراحه المخ والاعصاب في منطقه الشرق الاوسط كله. خلينا نبدا لكم حوارنا النهارده بقصتين، القصه الاولى حزينه والقصة الثانية أو عنوانها الحزن والمأساة، والقصة الثانية عنوانها الأمل والإرادة. القصة الحزن والمأساة قصة حصلت في الهند، والقصة دي حصلت في فريق كرة قدم. الفريق دوت اسمه بيثلهام، وهذا الفريق كان مشارك في الدوري الهندي الممتاز، وفي لعيب الله يرحمه اسمه بيتر باكسرور، ده حط جون، وبعدين بعد ما حط جون احتفل بطريقه فيها نوع من يعني الحركه الاكروباتيه او حركه البهلوانيه. الحركه دي مشهوره جدا في الملاعب على فكره، وناس كتير بتعملها في الملاعب كلها، الملاعب المصريه والملاعب الاوروبيه. بعد ما حط الجون اتحرك حركه معينه، فقد التوازن ووقع، للاسف حصل له كسر في الفقرات العنقيه. للاسف الكسر ده تسبب في تأثير، لأنه الكسر هنا خطير جدا في الفقرات العنقية، فأثر في الفقرات الأولى والثانية تقريبا، أثر على مركز التنفس، وبعد ما اتحط على جهاز تنفس صناعي لفترة قصيرة اضطروا أو للأسف فارق الحياة. قصة مأساوية جدا، وده خليني نقف قدام حاجة، إنه الحركات البهلوانية يا جماعة ما تتعملش كده. يعني شوف ده محترف، وياما عمل الحركه دي قبل كده، واضح ان هو كان لعيب، بس الحظ بتاعه او هو طبعا القدر، يعني سبحان الله لكل اجل كتاب، انه فقد توازنه او اتزحلق. ولذلك الحركات البهلوانيه في ناس بتعملها في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره الحركات البهلوانيه دي. لكن انا بقول وبنبه على الشباب، ارجوكم بلاش الاستعراض بحركات انت مش عارف خطورتها ايه، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعديها، لان الفقرات العنقيه لا ترحم. النهارده حواراتنا برضو عنوانها الامل، هندخل بقى على الامل في قصص كتيره جدا النهارده عن الامل مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم القدير في عالم جراحه المخ والاعصاب، اسم اكاديمي من طراز رفيع، والحقيقه اسم اجتهادي بشكل كبير جدا في البحث العلمي، وبسعد جدا بالحوار العلمي معه، لانه دائما حوار زي ما بيقولوا 1+1=2، حوار محسوب بدقة شديدة جدا، بيشرح لنا بدقة شديدة جدا الأنماط التعليمية والجراحية والأساليب المختلفة، كل أسلوب قيمته إيه وأداؤه إيه ومكانه فين في خريطة العلاج لجراحات المخ والأعصاب. الاسم الأكاديمي الكبير الأستاذ دكتور إيهاب محمد عيسى، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحة المخ والأعصاب، ومن جامعة كورنيل بنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة أريزونا الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هلسنكي الفنلندية، وصاحب تكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لأعوام 2010 و15 و17 الضيف القدير. اهلا بيك يا دكتور ايهاب، نورنا وسعيد جدا بهذه الزياره. اهلا بيك يا دكتور ايمن، كل سنه وحضرتك والساده المشاهدين بخير وصحه وسلامه. عايز ابدا الاول ان عندنا قصص، وكل قصه انا يعني هسردها بالطريقه العلميه او بالاسلوب اللي جايه بيه، بس يعني هبسطها شويه. اول هذه القصص سؤال عن الغضروف وعن ما هو مرض ضيق القناة العصبية، لأنه في أكتر من حالة بعتت لي بتسأل ليه ضيق القناة العصبية بقى منتشر هذه الأيام. تمام، هو كويس جدا إن احنا نشرح ده سؤال بيزك أو البدائي علشان الناس يوصل لها إيه معنى كلمة غضروف وإيه ضيق قناة عصبية. أولا كلمة غضروف في حد ذاتها ده مكون من جسمنا مش مرض، أي عظمتين في العمود الفقري ربنا سبحانه وتعالى خلق منهم الغضروف، يعني مادة جيلاتينية بالعقل كده زي أي حاجة صلبة بينهم حاجة جيلاتينية علشان تساعد على حركة هذه الأجسام الصلبة، فربنا سبحانه وتعالى خلق من عظام العمود الفقري الغضروف. هو إيه عبارة عن إيه الغضروف؟ هو عبارة عن مادة جيلاتينية في الداخل زي ما احنا شايفين الزرقاء الداكنة،
ومحاطة بمادة ليفية في الخارج تحافظ على هذه المادة الجيلاتينية بالداخل وتساعد على حركة العظام وان انت تتني ظهرك وتقوم وتتحرك بسلاسة. مع العمر ومع السن احيانا يحصل تمدد او المادة في المادة الليفية ديت والمادة الجيلاتينية، دي حاجة عادية جدا ما تعملناش اي قلق. في بعض الناس تعمل اشاعات تلاقي فيها تمدد غضروفي، ده عادي، مش كل حاجة باينة في الاشعة او حد عمل اشعة يقلق او حاجة. لكن القلق بيحصل او المشكلة بتحصل لما المادة الليفية ديت تتقطع ويخرج منها المادة الجيلاتينية، تخرج منها بكمية كبيرة وتضغط على العصب أو تضغط على الحبل الشوكي. من هنا بتيجي بداية المرض والأعراض. حبيت هنا أشرح يعني إيه كلمة غضروف، يعني في حد ذاتها الكلمة هي مش مرض، ده جزء من جسمنا، وحتى التمدد بتاعه ده حاجة طبيعية بتحصل مع العمر وفي حياتنا، مش مهم حتى لو ظهر في أشعة تمدد بسيط. لكن انفجار الغضروفي، قطع المادة اللي فيها، خروج المادة الجيلاتينية بكمية كبيرة اللي بنطلق عليها فراجمنت أو حاجة كبيرة ضغط على العصب، ده اللي بيبدأ معاه سكة المرض والطرق العلاج المختلفة ليها. نيجي بقى لضيق القناة العصبية. القناة العصبية هو ربنا سبحانه وتعالى خلق العمود الفقري زي ما انت شايف أبعاد معينة ماشي فيها العصب والحبل الشوكي، أبعاد معينة ربنا خلقها بأرقام معينة، أرقام معينة من كذا إلى كذا، حوالي بيبقى عرض القناة العصبية، ارتفاع القناة العصبية اللي ماشي فيها العصب. أحياناً بيبقى ربنا خلق الناس حاجة اسمها كونجينيتال أو حاجة مولودين بيه، إن في ضيق معين في القناة العصبية، القناة العصبية ليست بالاتساع الكافي للأعصاب، فده بيبقى ضيقة على الأعصاب، ومن هنا تبدأ أعراض ضيق القناة العصبية زي ما هي باينة عندنا هنا في الصورة. أو مع السن، ده مرض بقى بيحصل للإنسان مع السن، يحصل له إيه؟ احنا مع السن في البداية بيحصل الغضروف اللي هي المادة الجيلاتينية تخرج تضغط على العصب، ياخد بعض المسكنات ومضادات الالتهاب، تبدأ الحالة بالتحسن ويبدأ يتعافى. بعد فترة العمود الفقري، أنا دايما بشبهه وبشرحه للطلبة بتوعي، إن العمود الفقري ده كائن حي، كائن بيتفاعل، لما يحصل الغضروف بتقل اتزان العمود الفقري، فمع الوقت ربنا سبحانه وتعالى خلقه إنه يعوض ضعف الاتزان بإن يحصل تكلسات في الأربطة، يزيد حجم مفاصل العمود الفقري، يزيد حجم الأربطة، ده بيعالج مشكلة الاتزان، بيقوي العمود الفقري، ولكن يوجد ضيق، يصبح ضيق ضغط على العصب أو الحبل الشوكي. إحنا باين عندنا هنا في الصورة يمكن الفرق ما بينهم، الغضروف عند مستوى واحد، المادة الجيلاتينية خارجة وضغط على الحبل الشوكي. الصورة اللي جنبها لا، كان واحد عنده غضاريف متعددة وبعد كده اللي بتحصل عنده ضيق في القناة العصبية، تكلسات علشان تعوض الغضاريف اللي حصلت، تكلسات في الأربطة، نمو في عظام العمود الفقري، فأصبح عمل حالة الضيق اللي هي ضغط على الحبل الشوكي. يمكن أنا دايما بعتبر وبدرس حتى التلاميذ بتوعي إن يمكن الضيق في أعراضه بتبقى أقوى، بالذات لما يبقى ضيق قوي جدا، من الغضروف، لأن الغضروف في حد ذاته هي مادة جيلاتينية بيضغط فعلا، لكن في النهاية مادة جيلاتينية، الضغط بتاعها ما يجيش بقوة لما يبقى فيه عظام ضغطة، لما يبقى حصل تكلسات في الأربطة ونمو في عظام العمود الفقري ووصلت لحد معين من الضيق بيبقى شديد جدا. علشان كده أحيانا في ناس في مراحل صغيرة من عمرها لما يحصلها غضروف تقدر تتعايش معها، مع السن أحيانا لما يحصل ضيق شديد في القناة العصبية لا، ما يحصلش تعايش، بيحصل إما بقى بداية ضعف أو ألم شديدة جدا. أتمنى تكون الصورة وصلت. الصورة واصلة جدا واتضحت القصة. الحالة الجاية برضو من الحالات أو من القصة الجاية والسؤال الجاي ده سؤال محوري مهم جدا. هو السؤال بدايته إيه؟ اللي بعت لي بيقول هناك حير تصيب أو يصاب بها الكثيرون عندما يعانوا من مشكلة طبية ما، الحيرة في اتخاذ القرار أو في اختيار طريقة العلاج. جات الحيرة منين؟ أعتقد من السوشيال ميديا، أعتقد كمان من مشاهدة البرامج بدون فهم ووعي لطبيعة البرنامج ده، يعني البرنامج في الآخر تسخيفي، لكن مش إن أنا بفرض أو بقول لك طريقة العلاج دي أحسن من طريقة العلاج دي. السؤال بقى إزاي ندي للناس ملخص أو خريطة تساعدهم في التعامل مع مشكلاتهم وتقربهم أكتر من طريقة الاختيار السليمة؟ بص يا دكتور ايمن، انا هاخد من الكلام بتاعك ما يوصلنا لاجابه الناس على التساؤلات، لان فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوله بيلمس المشكله اللي عند الناس والحيره اللي بتصيبهم. اولا بيسمعوا كلام كتير في السوشيال ميديا، يمكن زمان ما كانوش بيسمعوا، فلما بيروحوا للدكتور بيسمعوا منه الطريقه اللي بيقول عليها، لكن دلوقتي بيسمعوا كلام كتير جدا وطرق كتيره جدا، ميكروسكوب، منظار، تردد حراري، حقن، بلازما،
ملاح جراحي، فالناس بدأت تتلخبط مش عارفة إيه الصح وإيه الغلط. أنا عايز أحط خطوط عريضة في البداية. الخطوط العريضة في البداية قبل ما أتكلم عن الملخص للطرق دي، عايز أقول إن اللي بيشتغل مهنة العمود الفقري لازم يكون ملم بكل طرق علاج العمود الفقري. ليه؟ لأن جميع طرق العمود الفقري هي طرق تكاملية وليست تنفسية. هقول تاني، والجملة دي مهمة جدا، تكاملية وليست تنفسية، بتكمل بعضها مش بتتنافس. ما فيش تنافس بين الطريقة دي والطريقة دي، ولكن هناك طريقة بتنفع لدرجة معينة من المرض، ولكن لما الدرجة بتاعت المرض بتعلى عن كده ما تنفعش ليها. المشكلة بتاعتنا بتحصل منين؟ بتحصل ان يبقى في دكتور التخصص بتاعه لا يجيد الا طريقة معينة، هو ما بيجيدش الا مثلا استخدام مثلا تردد حراري او استخدام علاج دوائي فقط لا غير. دول كويسين، ولكن في حالات مثلا حصل ضغط على الحبل الشوكي زي ما هنشرح، او حصل ضيق شديد او ضغط على الحبل الشوكي، لا ده محتاجين تدخل جراحي. فيبقى لازم اللي بيشتغل مهنة العمود الفقري يبقى ملم بجميع الطرق، ولازم سواء الحالة او المريض يبقى فاهم ان الطرق دي تكاملية، هو مش هينفع يختار ما بينها، ولا الدكتور هينفع بالمناسبة يختار ما بينها. علشان كده قلت لازم يبقى الدكتور ملم بكل الطرق علشان يختار الطريقة المناسبة للمرض. لكن لو كان هو لا يجيد إلا طريقة واحدة، هتلاقيه دايما ميال ليها حتى لو غلط. يمكن في كلمة معرفش حضرتك عارفها، دايما لما بنعمل أبحاث علمية وبنبعتها للمجلات العلمية العالمية يكتب لك كلمة conflict of interest، يعني ما يبقاش في المصلحة داخلة في الموضوع، واخد تعارض مصالح بالظبط. لكن لما يبقى دكتور لا يجيد الا طريقه واحده، دايما هيرشحها للحاله حتى لو كانت مش مناسبه لدرجه المرض. فعلشان كده بتبدا بقى المشاكل، ان الحاله اتعالجت بطريقه هي مش مناسبه ليها. انا كان عندي في العياده لسه في هذا الاسبوع حاله عملت عمليه في الفقرات العنقيه، وكان عندها كدمة عند استشاري اخر، والحاله هي ما زال عندها مشكله ضعف، فرحت عند دكتور وعمل لها حقن على الأعصاب. أنا بشايف إن هي ما كانش وظيفتها في هذه الحالة، يعني ما كانش ينفع في هذه الحالة إن إحنا نعمل حقن على جذور الأعصاب، كان لازم تدخل لأن كان لسه في ضيق عن القناة العصبية. طب نيجي ندي للناس إيه، يعني نشرح أمثلة ونشرح ليهم. هنا هو بيعرض التدخل، فيديو بيشرح التدخل المحدود بالميكروسكوب. أنا كنت حقيقة أتمنى إن أنا لما أوصل ليه أبدأ أتكلم عليه باستفاضة، لكن أنا عايز أبدأ من تحت لفوق علشان أوصل الصورة للناس. يعني مثلا أبدأ مثلا بالطريقة رقم واحد، مثلا في غضروف بسيط ضغط على الأعصاب أو ضيق بسيط ضغط على الأعصاب مش عامل بعض الألام، ممكن هنا نستخدم العلاج الدوائي أو العلاج التحفظي اللي هي مش عيب أبدا المسكنات أو مضادات الالتهابات، علشان الناس بتعتبر الكلام ده غلط، لا هي بنستخدمها لفترة معينة. طب لازمتها إيه؟ احيانا حتى في الفقرات القطنيه حتى مع الغضروف الكبير، لو اخذ مضادات الالتهابات وراح الالم بشرط، حط تحت الشرط ده يتخطى ان تفضل قوه الاعصاب بتاعته، يعني قوه العصب بيمشي على طراطيف صوابع وكوب رجلي كويسه، اذا العصب متعايش مع الغضروف الباور كويس، ممكن نتابع. يبقى ده في العلاج الدوائي مرحله مبكره، او في الفقرات القطنيه الدناوي تحسن والقوه بتاعته كويس. الحاجه الثانيه، النوع الثاني، هو العلاج التداخلي الغير جراحي، اللي هو زي الحقن وزي التردد الحراري وزي استخدام البلازما وزي حاجة اسمها البرولوثيرابي العلاج التجديدي وزي أسماء كتيرة جدا بنسمعها في الماركت. الحاجات دي هو حصل تداخل ولكن ما فيش جراحة، ما فيش أي مشرط، حتى يطلق عليها علاج الألم. طب دي بتستخدم فيه غضروف محدود صغير، ضيق محدود صغير، أو غضروف متوسط، وإحنا مش مقتنعين اللي ليه تدخل جراحة وخدنا مسكنات وما بيتحسنش، فنبدأ نلجأ الطرق دي، أو ألام مفصل الحوض أو ألام مفاصل العمود الفقري أو التهابات على الأعصاب، فنلجأ للطريقة دي. لكن إذا كان عندنا بقى غضروف كبير ضاغط في الفقرات القطنية وعامل ضعف في مشط الرجل أو عامل ألام لا تتحسن، أو غضروف في الفقرات العنقية زي الفيديو اللي كان قبل شوية عن التدخل الجراحي المحدود في الفقرات العنقية، يعني دي من العمليات العبقرية، بيجي دور التدخل المحدود بالميكروسكوب أو المنظار زي التدخل العبقري اللي هو موجود عندنا في الفيديو هنا. ده التدخل المحدود بالميكروسكوب في الفقرات العنقية، عندنا غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي عامل ضعف، فبندخل بفتحة صغيرة جدا قد عقلة الإصبع من الأمام، بيتم استئصال الغضروف. طبعا طالما وصلت ميكروسكوب
وتدخل محدود يبقى لازم غرفة عمليات مجهزة، في ميكروسكوب وفي أجهزة الدريل وأجهزة الكوزة وأجهزة الملاح الجراحي أو جهاز الأشعة في غرفة العمليات. زي ما احنا شايفين هنا، احنا شلنا الغضروف، دخلنا بالدريل شلنا الأجزاء من العظام اللي ضغطة، وبعدين هنا دخلنا عملنا مقاس اللي هو القفص الكربوني أو الغضروف الصناعي اللي هندخل بيه، ودخلنا حطينا الغضروف الصناعي اللي حطيناه أو القفص الكربوني مكان الغضروف. يمكن لو لاحظنا في الفيديو كل شيء تم بطريقة محدودة، فتحة صغيرة، ما عملناش فصل جامد في الأنسجة، دخلنا استأصلنا الغضروف وإحنا شايفين الصورة مكبرة، آخر جزء في الغضروف زي ما كان باين في الفيديو اللي ملتصق بالحبل الشوكي كنا شايفين بوضوح الحبل الشوكي، فقدرنا نشيل الغضروف وقدرنا نحافظ على الحبل الشوكي. علشان كده الحالات ديت بالذات لما بتتعمل في مرحلة مبكرة بيرجع لحياته الطبيعية تاني يوم. بس لازم لما نيجي نتكلم على التقنية ديت أو تدخل محدود، لازم جراح عنده خبرة، ولازم غرفة عمليات مجهزة وفيها جميع التكنولوجيا الحديثة اللي احنا بنستخدمها. طيب احنا كده وصلنا للطريقة الثالثة اللي هو التدخل المحدود بالميكروسكوب أو المنظار في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية علشان نزيل المشكلة. بالمناسبة كلمة تدخل محدود هي جراحة ولكن من فتحة صغيرة بنعمل فيها اللي ما يقدرش بيه الجراحين بتوع زمان يعملوه من الفتحات الكبيرة. يعني ليه وصلنا لكلمة محدود؟ لأن زمان كانوا بيعملوا جراحات كبيرة وفتحات كبيرة وأحيانا ما كانتش تجيب نتائج وكانت الناس بتشتكي، فعلشان كده حصل التطور، الحاجة وليدة الاختراع، علشان كده حصل التطور التكنولوجي اللي احنا نقدر ندخل من فتحة صغيرة وبنستخدم أجهزة، ميكروسكوب يكبر الصورة، جهاز حفار يشيل فقط الزائدة العظمية اللي ضغطه، جهاز الملاح الجراحي يساعدنا نعرف المستوى اللي احنا شغالين فيه بالظبط. كل هذا التكنولوجي هو اللي ساعد على وجود هذه الجراحة المحدودة. غير مسموح ان احنا بعد هذا يعني بعد التكنولوجي ده، ليه عملوها بره؟ ليه عملوها في ألمانيا؟ ليه عملوها في أمريكا؟ علشان يرفعوا نسبة تحسن الحالات بتاعتهم. احنا مش أقل من الناس دي، لازم الحالات بتاعتنا تتمتع بنفس الحالات دي. هي دي مش رفاهية، أنا قلتها قبل كده ودايما بكررها، ده الأمان. التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب، استخدام الميكروسكوب والأجهزة الحديثة، ده الأمان اللي بيحافظ على الجهاز العصبي وبيساعد الحالة ترجع لحياتها الطبيعية بسرعة، حتى لو المستشفيات اللي بتعمل فيها مش كتيرة لأن بتحتاج تجهيزات معينة وأحيانا التجهيزات بتبقى غالية شوية، ولكن ده لازم للحالات بتاعتنا لا غنى عنه. طيب نيجي بعد كده، مثلا في حالة عندها المشكاكل دي كلها، ضيق وغضروف، ولكن في مشكلة في اتزان العمود الفقري، العمود الفقري فيه شرخ أو فيه كسر، بيجي هنا دور الدعامة مع التدخل المحدود. بنفس الفتحة الصغيرة دخلنا وعملنا التثبيت مع ان احنا اذلنا الغضروف. نيجي بقى لاخر حاجه وهي الجراحه الكامله، زي الفيديو الهندي، الراجل اللي كان الهندي اللي في الملعب اللي انت بتقول عنده كسر في الفقره الاولى والثانيه، حتى الحاجه دي بقت بتتعمل حقيقه. انا اسف مش قصدي حاجه، بس يعني عمليه زي اللي موجوده عندنا في الفيلم او الصوره اللي موجوده دي، دي كسر في الفقره العنقيه الاولى والثانيه. دي مش اي دكتور يقدر يتصدى ليها، دي محتاجه خبره معينه، خبره ودرايه بهذه المنطقه دي، عند التقاء جزء المخ مع بدايه الحبل الشوكي. منطقه خطره جدا، منطقه خطره جدا. احنا عندنا هنا كسر في الفقره دي، ومش بس كان الكسر ده، الكسر ده كان لحم بطريقه غلط، فاصبح لازم ندخل ليه بطريقين جراحيين في نفس الوقت، لازم ندخل بطريق من الامام علشان نزيل الضغط عن طريق الفم. بالمناسبه دي جراحه كامله استخدمنا فيها الميكروسكوب، شلنا الضغط وعلشان نشيل الضغط من امامه ونقدر نرجع الفقره لوضعها الطبيعي، وبعدين قلبنا الحاله ودخلنا الدعامات في الفقره الاولى والثانيه ودي حاجه دقيقه جدا، لانك بتدخل بالدعامات ما بين الحبل الشوكي وشريان مهم جدا في المنطقه ديت، بيغذي جذع المخ. دي صوره الاشعه المقطعيه، يمكن في عندنا صوره بعد العمليه، دي الصوره اللي قبل العمليه، دي الصوره بعد ما دخلنا الدعامات، عملنا من الامام ومن الخلف. برضو الجراحات اللي هي الكاملة ما زلنا محتاجينها في بعض الحالات، الحالة دي ما نساهاش. مثلا ده كان حالة أحد الجنود في جيوش أحد الدول المجاورة، كان جاله شظية دخلت في الرقبة ودخلت في الفقرة العنقية الثانية وضغطت على الحبل الشوكي، وسبحان الله إن كان فرقت بمليمترات عن اختراق الحبل الشوكي وإن هي تقطعه. وكان طبعا حظه حلو جدا ان شظيه كبيره، يمكن هتبان في الصوره دلوقتي كبيره قوي، ان هي تدخل في اللي شايف اللي حجمها عامل قد ايه في الاشعه، ان هي تدخل من هذا المكان. انت عارف حضرتك هنا كلها شرايين
وحاجات مهمة ان هي تدخل وما تعورش الكلام ده. دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. دي من الحالات النادرة اللي انا ما انساهاش ابدا. هنا بقى ده منظر الجهاز الفلوروسكوبي او ده الصورة صورة بيزك من الملاح الجراحي اللي هي صورة جوه اوضة العمليات قبل ما نشيل الشظية وبعد ما شيلنا الشظية. في صورة يمكن بعد كده للشظية شايف حجمها قد ايه، كانت داخلة ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقية. ده صورة للجراحة الكاملة. انا اديت ملخص واحدة واحدة بطلع من حاجة لحاجة حسب درجة المرض اختارت معايا هي درجة العلاج، متماشية مع الاختيار ان في جراح او في دكتور هو عارف جميع الطرق فبيقدر يختار الطريقة المناسبة. بأكرر ودايما بقولها في يمكن معاك في اي لقاء ان درجة المرض هي اللي بتختار الدرجة المناسبة ليها. التردد الحراري كويس والحقن كويس والعلاج كويس والتدخل كويس بالميكروسكوب، لكن حسب انت استخدمته في اي درجة. لو استخدم في المرحلة بتاعته هيجيب نتائج ممتازة، تم استخدامه في مكان مش مكانه هتيجي النتائج عكسية. كل شيء في العلم جيد، لكن جيد لإيه؟ هو ده السؤال. في سؤال بقى مهم قوي ناس حصل برضو عايزة تفهم. التدخل الجراحي المحدود كلمة لطيفة جميل، في منظار في ميكروسكوب ده من ناحية، وفي كمان أساليب زي التردد الحراري والحقن بالبلازما ده من ناحية تانية، والشلة دي مجموعة دي. الناس عايزة تفهم إيه الفرق بين الحاجات دي وبعضها. هو يمكن أنا في الشرح اللي فات اتكلمت عن الكلام ده، لكن يمكن ما أقدر أتكلم عنه دلوقتي تاني. يعني أنا هبدأ الأول بين التدخل المحدود بالميكروسكوب أو المنظار وبين الجراحة الكاملة. دايما يمكن أنا عندي صورة موديل أنا حطه في العيادة عندي لعمود فقري، يمكن أنا أتمنى أن الصورة تبان معنا في للفرق بين الجراحة الكاملة والجراحة والتدخل المحدود بالميكروسكوب. أنا حطت الموديل ده في العيادة علشان أشرح للناس. الصورة هنا مبينة في أحد الموديل منهم في تم استئصال الصفيحة الخلفية علشان نوصل للغضروف في الأمام. الصورة الثانية العمود الفقري فيها زي ما هو. هو ده الفرق بين الجراحة الكاملة والتدخل المحدود بالميكروسكوب أو المنظار. الجراحة الكاملة بتفتح فتحة كبيرة جدا، بتشيل الصفيحة الخلفية بالكامل علشان توصل للأعصاب وللغضاريف. يمكن هنا الصورة واضحة جدا من الجنب يا دكتور أيمن. شايف الصورة اللي فوق ده التدخل المحدود بالميكروسكوب. احنا حافظنا على كل العمود الفقري، دخلنا من فتحة صغيرة العظم موجود، دخلنا فقط استأصلنا الغضروف، وفوق كده احنا بنبقى شايفين الأعصاب بوضوح وشايفين كل حاجة بوضوح. ميزة الحاجة دي ايه؟ ميزتها الأمان، ميزتها ان ظهرك زي ما هو كأنك ما عملتش حاجة، بتقدر ترجع لحياتك الطبيعية. في معظم الحالات ما بنحتاجش مسامير او شرايح الا في الحالات اللي فيها مشكلة في الاتزان. لكن الموديل اللي تحت الصورة دي جراحة كاملة، هو فتح فتحة كبيرة قوي، استأصل الصفيحة الخفية علشان يوصل الغضروف وما شافش اللي احنا شفناه بالميكروسكوب. يبقى معنى كده علشان نوصل للناس مفهوم ان التدخل الجراحي المحدود هو تدخل جراحي ولكن محدود، بنقدر نعمل منه اللي ما يقدرش يعمله في الجراحات الكاملة أو جراحات الفتح الكبير. علشان في مفهوم خاطئ عند الناس بيوصله بعض الناس، بعض الناس اللي بتشتغل ممكن في مستشفى مش مجهز أو قليل الخبرة بيقول لك لا الميكروسكوب مش هيقضي الغرض في الحالة دي، ده لازم جراحة كاملة أو الكلام ده. لا، التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب بيؤدي لجميع الأهداف، بيحل المشكلة حل جذري، ولكن بيدينا ميزة الأمان لان احنا بنشوف الاعصاب بوضوح، بيدينا ميزه ان احنا بنحافظ زي ما احنا شفنا على عظام العمود الفقري. يعني في فرق بين واحد شل عظام العمود الفقري وواحد تم الحفاظ عليه، تم ازاله المشكله فقط زي الموديل اللي كانت انا عرضته، فبيقدر يرجع لحياته الطبيعيه وما بيحتاجش في معظم الحالات شرايح ولا مسامير. فاهم قصدي؟ وان انت شايف كل حاجه بوضوح، ده الميكروسكوب، ان انت بتشوف الحاجه بوضوح، بتقدر تستخدم الدريل، بتقدر تستخدم الكوزه لو في ورم علشان تزيل الحاجه دي من غير ما تعمل اي شد على الجهاز العصبي وتحافظ على الاعصاب تماما. لازم الناس تفهم ان في كلمه ضعف باين جدا الفروقات. في نقطه انت برضو سالتني عليها. طيب الفرق بين التدخل المحدود والتردد الحراري والحقن. لا، التردد الحراري والحقن والبلازما زي ما انا قلت ده اسمه علاج تداخلي غير جراحي، مفيش اي فتح ولم يتم فيه ازاله غضروف او ازاله ضيق. طب ده بيستخدم بيه؟ بيستخدم زي ما انا قلت في الحاجه البسيطه، ضيق مش جامد، غضروف مش جامد، فانت عايز فقط تزيل الالتهابات اللي حصلت نتيجه ليه، فبتحقن حاجه على الاعصاب، بتعمل تردد الحراري تقلل الم الاعصاب، لكن او تعمل تردد حراري على المفاصل مفصل الحوض علشان تقلل الالام المنبعثه منها.
لكن التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب او المنظار ده في جراحه تمت من فتحه صغيره تم ازاله حل جذري للمشكله. ده ليه استخدامه وده ليه استخدامه. ده في مرحله مبكره، مرحله ما حصلش فيها انفجار غضروفي ولا ضيق جامد، فنقدر نقول احنا ادينا للعيان ادويه والعيان ما اتحسنش وعمل علاج طبيعي واحنا مش مقتنعين نعمل له عمليه. يجي الدور ده عالجنا الالم لكن ما استأصلناش غضروف، ما استأصلناش ضيق، ما حصلش فيه استئصال للحاجه دي. هو مش حل جذري ولكن بينفع في الحالات دي، عشان الناس تسمع الكلام كله، رغم ان انا بقول هو مش حل جذري ولكن بينفع في الحالات ديت وبيجيب اللي هي الحالات الضيق المحدود او الضيق البسيط او الغضروف البسيط. لكن عندنا غضروف كبير، حاجه كبيره ضغط على الحبل الشوكي، حاجه ضيق شديد ضغط على الحبل الشوكي، او حاجه ضغط على الاعصاب والضفيره العصبيه وبدا يعمل ضعف في مشط القدم، او الم شديد وماشي بيزك برجله، هنا لازم اشيل الضيق عن طريق التدخل المحدود بالميكروسكوب او المنظار. كل طريقه بتختار او درجه المرض اللي هي بتقدر تعالجه. دي مهمه جدا، وده انا بعتبره ده المحور الاساسي في العمود الفقري، نستخدم الطريقة المناسبة لدرجة المرض المناسب ليها. الحوار دائما في عالم جراحة المخ والأعصاب حوار يتسم أيضا بالدقة الشديدة في التوصيف. النهاردة احنا بنينا زي عمارة من الفهم، العمارة دي تتلخص في أكثر من نقطة مهمة جدا. أولا ينبغي أن تفهموا الفروق الجيدة بين عالم الجراحة المحدودة وبين الأساليب اللا جراحية أو التي تشبه الجراحة لكن ليست بالمعنى الفعلي جراحة. التردد الحراري، بلوروسيرابي، الحقن، كل دي أساليب. القصة تكمن في اختيار المناسب للشيء المناسب. كل شيء جيد طالما وظف لمكانته ومكانه. الجراحة تحتاج إلى اتخاذ قرار مناسب في توقيت أيضا مناسب. دايما لما نقول it is never too late، لا، في العالم جراحة المخ والأعصاب في أوقات it is too late، انت جيت متأخر يا باشا، انت جيت بعد ما الفاس وقعت في الرأس، فأرجوكوا ما توصلوش للمرحلة دي. مهم جدا نفهم دور الملاح الجراحي أو الجراحة الملاحية أو الجراحة المخطط لها مسبقا معناها إيه، وأيضا نفهم أنه رغم أن التكنولوجيا مطلوبة ومحبوبة وطبعا مثمنة، لكن مهم جدا جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف المهارة والموهبة والليرنينج كيرف التعليمي للجراح يكون مناسب لهذه الكم أو هذا الكم من التكنولوجيا المتقدمة. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير أستاذ دكتور إيهاب محمد عيسى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب، جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كولومبيا وجامعة أريزونا وجامعة هلسنكي، وصاحب التكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي جراحة المخ والأعصاب لأعوام 2010 و15 و17. شرف كبير لينا دايما وجودك معنا. شكرا لك يا دكتور أيمن، واتمنى ان احنا نكون وصلنا أجوبة الأسئلة اللي بتشغل الناس حوالين العمود الفقري وتدخلات العمود الفقري. رسمت خريطة رائعة جدا لكثير من النقاط التي ربما فيها الكثير من الضباب في الفهم والثقافة حول عالم ينبغي أن لا يكون فيه أي ضباب، ينبغي أن يكون الصورة واضحة تماما ودايما تكون كل النقاط بين كأنها عليها أو مسلط عليها ضوء كبير للغاية، لأنها منطقة الظلام فيها يبدو مخيفا للغاية. خليكم دايما مع الدكتور. أهلا بكم. في حاجات كثيرة جدا بتخلي الإنسان يفقد سنانه. التدخين بيلعب دور خطير جدا في فقد الأسنان الإنسان لسنانه، في السكر بيلعب دور أخطر وأكبر، يا سلام لو مدخن وعنده سكر تبقى نصيبة سودة. لكن في حاجة غريبة جدا هنا، في بنت اسمها فيكتوريا، هذه المرأة فقدت كل سنانها كما ذكرت بسبب أنها بتاكل فاست فود، وجابت صور ليها بأنها هي شابة مدمنة على أكل الفاست فود وده تسبب ليها بفقد سنانها. طبعا ميكانيزم فقد سنانها بسبب الفاست فود بأكثر من طريقة، أولها أن الفاست فود تجيب لها سكر، فالسكر يؤدي لفقد السنان، يبقى الفاست فود هي بداية القصة. كمان في ناس كتيرة قوي جايبة صور لتأثير
طبعا هي بتقول انه سنانها كانت كويسة ووصلت الى هذه الدرجة من المشاكل بسبب اكلها في الشوارع. وتاني حاجة كمان اهم من اكل الشوارع ودي حاجة تتنبهوا لها، مشروبات الطاقة، مشروبات الغازية، فخلي بالكم من هذه المشروبات. الاكثار من مشروبات الطاقة تحديدا والفاست فود هيؤدي الى مشاكل في السنان خطيرة جدا. ناس تانية نزلت صور كتير خاصة بالتدخين، ضار للسنان جدا لغاية لما فقدت الأسنان بسبب التدخين. بس شوفوا عالم الزراعة يقدر يرجع سنان اللي ضايعة دي ويرجع لها ابتسامة رائعة جدا ويخليها ترجع أجمل مما كانت. السنان هي محور جمال أي إنسان راجل أو ست. لو السنان حلوة عينك بتبص لمقاييس الجمال الأخرى في الست أو في الراجل. لو السنان وحشة عينك ما بتروحش بعيدة عن السنان، بتقعد لاقت عينيك السنان وبس. عشان كده دايما صناع الأفلام اللي بيطلعوا صورة واحدة غبية أو واحد غبي أو حد شرير أو حد يعني مثلا زومبي أكل لحوم بشر، كل لعبهم بيكون في السنان، مكياج في السنان، ما بيعملوش حاجة تانية، يشيلوا السنان يعملوها مش عارف ايه، يحطوا حاجه تسودها، المهم يخليك تاخد انطباع على الانسان. لو انتوا فاكرين في فيلم زمان كان اسمه هوم الون، الحراميه اللي داخلين يسرقوا كانت سنانهم وحشه، هو الامريكان عايزين يحطوا في دماغ الناس ان حد سنانه وحشه معناها انه شرير. والله فكره حلوه مش وحشه. تعالوا نقرب من عالم الزراعه وعالم الاسنان الممتع المثير مع واحدة من نجوم عالم الأسنان، اسم قدير بارز ما شاء الله، صاحبة خبرة واسم أكاديمي من طراز رفيع. النهاردة ضيفتي العزيزة النهاردة دكتورة منى جلال، المدرس واستشاري تركيبات وزراعة الأسنان، صاحبة دكتوراه تركيبات وزراعة الأسنان من كلية طب جامعة كلية طب أسنان جامعة عين شمس، الاسم الشهير. أهلا بك يا دكتورة منى، سعيد جدا بهذه الزيارة. أنا عايز أبدأ الأول بالزراعة، إيه أحدث طرق الزراعة بعد؟ أحدث طرق الزراعة في الأسنان دلوقتي، طبعا مشكلة الزراعة أساسيا إن إحنا بن بن بنتعامل مع blinded media أو مكان أنا مش شايفاه اللي هو العظم. فطبعا كان زمان الدكتور بيعتمد ميلي على السكيلز والخبرة إن هو يحط الزرعة في المكان اللي هو مخطط إن هي مفروض تتحط فيه. الزرعة مفروض بيبقى ليها أماكن معينة في العظم، لازم يبقى ليها بعد معين عن الأسنان. لو أحط تو إمبلانس جنب بعض أو زرعتين جنب بعض لازم يبقى فيه مسافات بالملي مظبوطة. لو في نيرف موجود، لو في بلود فازل موجود، لازم عصب الجيوب الأنفية، لازم يعني الملي في الزراعة بيبقى مهم جدا أثناء وضع الزرع. وبالتالي إن أنا بشتغل في مكان أنا مش شايفة تفاصيله، فكان في الأول الموضوع بيعتمد ملي على السكيلز بتاعت الدكتور، خبرة الدكتور، الهاند سكيلز أكتر. مع عمل عدد كبير من الحالات بيبتدي يبقى عندك هاند سكيلز وسنس أثناء التعامل أو وضع الزرع. دلوقتي بقى الكمبيوتر موجود طبعا، النافيجيشن والثري دي سيستم من الحاجات اللي بقت بتسهل على الدكتور، وفي نفس الوقت بتأكد لنا ان اي بلان انا حطاه لمكان الزرعة انه داخل في المكان المظبوط لي. الزرعة لازم تبقى داخلة يعني انجوليشن معين، لازم تبقى داخلة بشكل معين، وبالتالي الكمبيوتر لما بيعمل لي بلاننج او بيخطط لي العملية الى حد كبير بتاكد ان الزرعه داخله في المكان اللي انا مفروض مخططه له من الاول. ده طبعا النافيجيشن سيستم، ده احدث الطرق. الملاح طبعا احدث الطرق. الملاح ده زي جي بي اس يا جماعه، بيوريني انا ماشي ازاي بالظبط. بالظبط كده، بس ما تستغربوش من الاسم. الكاميرا بالظبط، الكاميرا نفسها انا بشوف وانا داخله بالامبلانت انا داخله فين بالظبط، بالزرعه وفي نفس الوقت انا داخله في انهي مكان في العظم. طبعا كل ده بيبقى محسوب من قبل، يعني هو انا مش بكتشفه اثناء عمليه الزراعه، لكن كل ده بيبقى الكمبيوتر حاسبه بالملي، وده طبعا بيسهل. هل ده معناه ان الدكتور مالوش دور؟ لا طبعا، هو اللي بيعمل ديزايننج وهو اللي بيعمل بلاننج وهو اللي بيخطط للمكان ده بشكل مظبوط، بس الكمبيوتر بيوصل لي لمرحله ان انا ببقى متاكده ومطمنه وانا بشتغل ان الزرعه اتحطت في المكان الصح بتاعها.
ده الجايد بالنسبه لي، ده اللي هو نافيجيشن، بيقول لي انا ماشي صح ولا لا، ورايح في الملي، ما سبتوش حاجه للحظ بالبلد، بس برضه ما سبتوش حاجه لكلمه انه احنا معتمدين على خبره الدكتور، لانه ممكن النهارده الدكتور يبقى مش موفق، ممكن النهارده الدكتور يبقى مرهق. طبعا في حاجات كتير، لا وفي عوامل كتير وفي مفاجآت. يعني مثلا الكمبيوتر جايدد سيرجري دي كانت قبل خلينا بالعربي عشان الناس تفهم. خلاص ان ال ده كانه جايد بيعمله الكمبيوتر جايدنج، هو وانا بشتغل اثناء الزراعه مفروض انه بيحدد لي المكان اللي انا داخله فيه، وبالذات في المرحله الاولانيه. المرحله الاولانيه اللي اول ما بدخل في العظم هو ده المكان اللي انا بمشي عليه ليتر اون. اوكي، يعني مثلا هو بيبقى عباره عن زي يعني ستنت شفاف كده زي ما هو موجود راكب على بقيه الاسنان، مكان الكولر او اللي هو الدايره اللي داخل فيها السنه الى حد كبير بيبقى معمول بالملي فعلا، يعني بيبقى معمول مظبوط جدا. فوانت داخل بتعمل دريلينج جوه العظم او بتحفر في العظم، مفروض ان انت بتبقى داخل ومتاكد ان الزرع هتدخل في نفس الدايركشن اللي انت مفروض مخطط له او عامل له بلاننج من الاول. ده عيان عنده اسنان، طب نعمل ايه في حاله لو عيان ما عندوش اسنان؟ بنثبت الجايد ده في اللثه، وده طبعا بيبقى عن طريق أشعة مقطعية بيتعمل عليها الجايد ده بشكل دقيق جدا، وبيوصلني ان انا احط الزرعة في المكان المظبوط. يعني خد بالك، بص حضرتك يا دكتور، يعني احنا مثلا الزرعة مفروض بينها وبين اي ناتشورال تيس مفروض مينيمم يبقى فيه 1.5 ملي ما بين الزرعة وما بين السنة natural. الطبيعية 1.5 ملي. قال له عن 1.5 يأثر لي على ثبات الزرعة جوه العظم. لو قرب شويه من السنه، لو قرب شويه من السنه دي او السنه دي، بقى عندي هنا دينجر او عندي يعني خطوره ان الزرعه دي تمسك كويس في العظم. وما بينها وما بين لو انا احط 2 امبلانت جنب بعض عندي مينيمم 3 ملي، ما ينفعش ابدا يقلوا عن كده. فده طبعا السيرجيكال جايد او الكمبيوتر جايد ده بيساعدني كتير جدا ان انا اتاكد ان الزرعه داخله في مكانها مظبوط. ده كله تكنولوجيا، واضح ان انت ركزتي جدا، وده يعني نقدر نقول زي ما بيقولوا الاغنيه الافتتاحيه في حفله الزرع، عشان نبقى انها تكون دايما الناس لما بتبدا بالحوار باهم حاجه بتهتم بيها الدقه. طبعا انا مش عايز اعمل زرعه الا ما اكون متاكد 100% ان الزرعه اتجاهها مظبوط، مكانها مظبوط، ما كانش مش متقدمه متاخره عن السن اللي جنبها، مش قريبة منها أو بعيدة عنها، على عصب، على عصب من الحاجات المهمة جدا، والشرايين بينها وبين أي عصب مينيمم برضو يبقى موجود فيه 2 ملي. لو أنا قربت شوية العين ممكن يحس بتنميل ويقعد فترات طويلة، ممكن يقعد سنة حاسس بتنميل في فكه لمجرد أن أنا قربت من العصب. ففي حاجات بتبقى بالنسبة لنا مهمة جدا أثناء الزراعة، وضع الزرعة من الحاجات المهمة جدا. طيب هسألك سؤال شعبي قوي قوي، الناس كلها لما بتيجي تسأل على الزراعة بيسألوا على الخامات طبعا، وبتبص تلاقي دايما الفهلوة ان انا اجيب ادخل على جوجل وابدأ بقى أسيرش كده مين احسن ومين افضل او مين اللي ارخص. وعلى فكرة الخامات ده سؤال مشهور دلوقتي قوي بين الناس وبعضها. والامريكي يا دكتور ولا السويسري ولا الالماني ولا طيب خلينا نتفق ان خامات الاسنان بتعتمد ملي على كثافة العظم. يعني أنا ممكن يكون عندي العظم كويس جدا ونحط زرعات إيطالي وألماني وتبقى ممتازة معاها. في ناس تقولي لا أنا عايزة السويسري، أقول له لا، كثافة العظم بتاعتك ما تسمحش بالماتيريال دي. يعني مش كل الحالات ينفع أعمل معاها أي خامة، لازم مفروض أن الخامة تبقى ريليتد بكثافة العظم. طيب خامة الزرعة نفسها طبعا ايه الفرق في الصور؟ الفرق تجايبة صور حلوة قوي. انا اول مرة اشوف الصور دي. ايه لا هقول لحضرتك، اولا الزرعة زمان كان شكلها عامل زي المسمار سكرو كده. اوكي وستيل لسه موجودة وستيل بتستخدم. تمام، من فترة كده من حوالي 5-6 سنين شركة ألمانية خطيرة، يعني من الشركات البريميوم في زراعة الأسنان، عملت الديزاين اللي هو اللي احنا شايفينه اللي هو شبه وكأنه يعني عامل زي البون، عامل زي العظم مفرغ من جوه. اوكي، الجزء ده هم سموا الزرعه دي تي ام او ترابيكولر. ترابيكولر يعني كأنها قريبه من شكل البون بتاع الفك. تمام،
طب هو كان قاصد ايه من الديزاين ده؟ كان قاصد انه لما الزرعه تتحط انسايد او جوه العظم تبقى هي والعظم وكانهم حاجه واحده. يحصل ايه؟ الطبيعي ان العظم بيحصل في دايركت، يعني بيبقى بيحصل التئام ما بين العظم والزرع على السيرفس من بره على السطح. الزرعه النوع ده من الزرعات او الخامه دي من الزرعات، على فكره الزرعه اللي هي السكرو دي بتبقى معموله ماده التيتانيوم اللي هي اللي على اليمين على الشمال دي معموله ماده اسمها التانتلوم، ده معدن تاني خالص. ده معدن نادر ومعدن غالي. اوكي يعني من المعادن النادره، وطبعا اي رير اي معدن نادر بيبقى يعني غالي، برايس بتاعه غالي شويه. هي الزرعه دي طبعا هي ثمنها، بس دايما انا اقول الكوست في طب الاسنان مش عيب او مش ديس ادفانتج، يعني مش ما اقدرش اقوله كده. ليه؟ لان اللي انت النهارده بتعمله، عشان لو انا مثلا يعني الحالات اللي هي بستخدم فيها الزرعات دي، الحالات اللي عندي فيها مشاكل في كثافه العظم، عيان زي ما حضرتك قلت كده في اول الحديث، عيان عنده سكر والسكر بتاعه ان كنترولد، مش قادر يتحكم فيه، هل العيان ده دلوقتي لما يجي لي العياده اقول له لا انت ما ينفعش نعمل لك زراعه؟ لا، العيان ده ينفع نعمل له زراعه حتى لو كثافه العظم عنده فيها مشكله. ليه؟ لان العيان ده اقدر دلوقتي استخدم له النوع ده من الزرعات، بيحصل حاجه اسمها ان جروس، يعني ايه؟ بدل ما يبقى اوت جروس بس يعني على السطح فقط، لا ده في نمو للعظم داخل الزرعه، وكان الزرعه والعظم بقوا شيء واحد حتى لو كثافه العظم عنده فيها مشكله. العيانين اللي احنا بنضطر ان احنا نزرع لهم عظم او نحط لهم جرافت، العظم بيبقى ويك فبيبقى محتاج النوع ده من الزرعات. طبعا اللونج ران لما انا اجي احسب، حتى لو الزرعات دي هنقول الكوست بتاعها بيبقى غالي شويه، لو انا حطيت له زراعه عاديه وحصل لها فيلير هيضطر يعيدها تاني، صح؟ لكن لما احط له دي من الاول على اللونج ران هتبقى ليها قيمه. بص حضرتك يعني مثلا الصوره دي، العظم والزرعه اللي هي الصوره اللي في النص بقوا كلهم مع بعض داخل، حصل نمو للعظم داخل الزرع. نرجع للصورة اللي قبليها، بس عايز اشوف حاجة للصورة مش اللي على السطح فقط. الصورة اللي قبليها ده العظم وده شكل الزرع. ايوه اللي على الشمال العظم. يس انا عارف شكله. يس اللي على اليمين ده زرعة، ده الترابيكلي بتاعت الزرع. ده اللي هي زي خطافات، زي شماعات صغيرة بالمتوقات. بالظبط ده عامل شبكة العظم يا جماعة، شكله كده تحت الميكروسكوب، ده تحت الميكروسكوب. يس تمام. بيدخلوا بقى بيحصل لهم تداخل في بعض، بنسميها احنا زمان كنا بنسميه اوستيو انتجريشن. اوستيو انتجريشن دلوقتي ده اسمه اوستيو انكوربريشن، يعني العظم دخل جوه الزرع. اوكي ودي من احدث الحاجات اللي موجوده دلوقتي، وارجع اقول مش بنحتاجها في كل الحالات، لكن بنحتاجها في الحالات اللي بنقول لها اللي كان بيتقال لها زمان ان انت لا ما ينفعكيش زراعه. دي الزرعه دي اسمها ايه؟ تي ام امبلانت، جايه من ترابيكولر ميتال امبلانت. اوكي تي ام هنقول عليها تي ام لان الاسم صعب بصراحه. تي ام اسهل. هي تقنيه مختلفه جدا في عالم الزراعه، تسمح بانه العظم يتوغل يتغلغل. كان زمان عندنا اعلان عمله الرائع العظيم طارق نور، كان اسمه كان يقعد يقول يتوغل ينتشر يستمر، كان اعلان هنا العظم فعلا بيتوغل وينتشر ويستمر. بالظبط كده. أوكي. العظم بيحصل له حاجه اسمها انجروس، ودي حاجه كانت جديده ما كانتش موجوده زمان، كنا بنعتمد على السيرفس تريتمنت، يعني ان احنا نعالج سطح الزرعه باحدث تقنيات والنانو تكنولوجي. لكن دلوقتي لا، بقى في العظم يقدر يدخل وينمو جوه الزرعه، وعاده الزرعات اللي من النوع ده بنستخدمها في الحالات اللي فيها مشاكل في كثافه العظم. كثافه العظم طبعا اللي عندهم برضو فيلير قبل كده في القنين. بص العظم بقى بيدخل جوه، يعني بينمو داخل الزرع بالزبط. مش حوالين الزرع، مش يلزق فيها، لا ده بيدخل جوه. بالظبط متوفر موجود عندنا كده. موجود. أول شركة عملتها شركة ألماني، وكانت نازلة طبعاً أي حاجة بتنزل في طب الأسنان في الأول بتبقى very expensive. بعد كده بقيت الشركات ابتدت تعمل التكنولوجي ده، وابتدت تبقى موجودة ومتوفرة ولا موجودة دلوقتي في شركات كتيرة جداً. كويس حلوة. إيه اللي خليني أقول إن الزرعة دي ناجحة؟ إيه مقومات النجاح؟ مقومات النجاح الوظيفة. أوكي الوظيفة يعني إيه؟ يعني اوكي جالي مره حد قال لي عايزين نكتب ريبورت في الزرعه دي، هل هي يعني ناجحه او غير ناجحه؟ قلت له اولا نجاح الزرعه بيعتمد هل انت
تستخدمها في الوظيفة، يعني بعد ما تركب عليها الكراون انت قادر تاكل بيها بدون ألم، وقادر تاكل بيها وتفانكشن، يعني يبقى في وظيفة كويسة تقدر تطحن بيها الأكل بشكل كويس بدون ألم وبدون مشاكل وبدون التهابات؟ قال لي قلت له يبقى زرع ناجح. فوجود الزراعة وعليها الكراون اللي احنا بنركبه العيان بيبتدي فانكشن او يبقى فيه وظيفة جيدة، ده معناها ان الزراعة ناجحة. طب لمدة قد ايه؟ لمدة قد ايه؟ العمر الافتراضي مدى الحياة. مدى الحياة فوريفر. كون ان الزرع حصل لها فاير بعد سنة او بعد سنتين او بعد ثلاثة، ما اقدرش ان ده اقول ان ده سكسس. حتى لو حصل تآكل العظم لازم ببقى عاملة حسابه من الأول، من وإحنا بنعمل عملية الزراعة. يعني هيقول لك أصل العيان ده كان عنده سكر، طب ما استخدمتلوش ليه الأنواع دي من الزراعات؟ أصل العيان ده كان عنده الفورسز بتاعة العض أو القوة العض عنده عالية جدا فعمل التآكل في العظم. طب إحنا ليه ما غيرناش التكنيك وطولنا الزرع بشكل معين عشان نتجنب هذا النوع من الفورسز أو الاسترسز أو القوة الكبيرة اللي نازلة؟ كل الحاجات دي عشان كده إحنا بنقول إن التشخيص أثناء الزراعة هو أساس النجاح الزرع. التشخيص الجيد واختيار نوع الزرع الجيد واختيار التكنيك اللي أنا أحط بيه الزرعة، وهل العين ده فعلا يحتاج عظم أو مش هيحتاج عظم، كل الحاجات دي لو اتعمل حسابها من الأول، أنا كطبيبة أو أي طبيب أسنان مفروض يبقى عامل حسابه أن الإمبلانت دي هتعيش للأبد. يعني هو ده برضه هروح لسؤال مهم، هتتعيش للأبد، هل تنقطع العلاقة بين الدكتور وبين المريض بعد الزرع ولا في متابعة؟ في معايين كده بيختفوا بعد الزرع. طبعا أولا الزرع عشان حاجة برضو يعني دي معلومة، لأن في بعض المرضى بتخفى عليهم المعلومة دي، في الزرعة دي هي الجزء اللي موجود داخل العظم. أوكي، المفروض الزرعة دي بيبقى المفروض راكب عليها الكراون أو الطربوش. في بعض الأحيان الطربوش ده لو العيان مثلا كل جوافة من الحاجات اللي هي الهارد واللي بتعمل سادن ستريس، يعني بتعمل فجأة يعني قوة مفاجأة، أو الرمان، في بعض حاجات كده تعمل قوة مفاجأة. في بعض الأحيان في حاجات فظيعة يعني الجوافة الرمان في حاجة تانية كمان بتعمل برضو قوة مفاجئة لا اي حاجة هارد روتين الشوكي برضو يعني في حاجات كده اللي هي فيها تعمل قوة مفاجئة، حتى لو فجأة بذرة بالظبط تفاجئ انت بتاكل بأمانة الله كده ومع نفسك، فجأة بذرة تلاقيها راحت جاية مكسرة لك حشو كسرة لك كل اي حاجة بالظبط كسرها. في بعض الاحيان مع اللي هو الفورس المفاجئة او القوة المفاجئة دي ساعات الكراون معايا بقى المفاجئة بجد، يعني ان انا اكون باكل رز في مكان والرز مش متنقي كويس مشكله، تيجي بقى زلطايا جوه ده انا حظي دايما في الحاجات ما هو بقى الحاجات وانا باكل اروح جاي باكل مش مديله اخوانا بقى خالص بقى حتى مش جوافه ولا بتاع فتلاقي في زلطه في البتاع مره واحده تحت السنه بتعمل هذه الحاجات اللي بتعمل اللي هو القوه المفاجاه اثناء المضغ، دي من الحاجات اللي يعني خطيره جدا وعلى فكره بينفل جدا يعني بتبقى مؤلمه فانا دايما عاده لما يجي لي حشوه مكسوره لازم الاقي حاجه من الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي. ده بيحصل ايه؟ بيحصل الكراون في بعض الاحيان اللي راكب على الزرعه يفك، لان الكراون ده ماسك في الزرعه بمسمار تمام، فيفك. العين يفتكر ان الزرعه وقعت او الزرعه خلاص كده انتهت، ده انا حاسس بلخلخيه جري طبعا على الدكتور. في عينين ما بتفرقش معاهم، يحس بموبيليتي يكمل وياكل، وده في منتهى الخطور. اي حد حس عمل ان في لخلخه ما تكملش بالظبط كده تيجي بكرة. اي عيان بيعمل امبلانت او بيعمل زراعه لازم يبقى فيه فولو اب، انا بقول كل 3 شهور كل 6 شهور لو العيان ده طبعا ظروفه ما تسمحش، اقول ماكسيمم كل 6 شهور يعني مرتين في السنه بنعمل اشعه بنطمن زي ما بقول لحضرتك كده على الموبيليتي اللي وارد جدا هو ما يحسش بيها اللي هي الزحزحه تبقى لخلخة. طبعا الموبيليتي دي لو هو ما حسش بيها وفضل ياكل عليها ده بيقطم المسمار اللي ما بين الكراون والزرع ممكن يكسره مع ان الزرعه ثابته في مكانها وممتازه، ولكن حصل المسمار ده خلاص انا فقدته. ليه؟ لان المسمار ده طبعا بيبقى جوه بيبقى مطلعه بتبقى مشكله كبيره. فطبعا العيان ده لازم يبقى فيه متابعه دوريه، يعني هنقول على الاقصى كل 6 شهور على الاقصى، الايديال كل 3 شهور يعني ده المثالي.
ولكن على الاقصى كل 6 شهور لازم زياره للدكتور نطمن حتى لو مش حاسس باي مشاكل او اي اعراض. مين اللي ما ينفع لهمش الزراعه دلوقتي؟ مفيش. كل الناس من 10 سنين كان ممكن السؤال ده اقول لك اه، لكن دلوقتي ريلي مفيش فعلا. حتى الاولد ايج يعني، حتى الناس اللي هم في مشاكل الاسنان، المشاكل اللي كنا بنقولها زمان، الناس مثلا اللي عندها سيرجيكال ريسك او عندها مشاكل انها تخش في 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 بليدنج او في دم، الناس عندها سيوله مثلا، بالنافيجيشن اللي احنا قلناه ده هو خلاص ما بقاش فيه اصلا، ما بقاش فيه يعني اسنان، دي مش عمليه جراحيه، ما فيش اصلا لايبيليتي ان ينزل اساسا نزيف او ينزل دم، حتى ما بفتحش في اللثه. فكنا زمان ساعات نقول لا لو العين مثلا عنده سيوله بلاش، دلوقتي بالنافيجيشن ده انا ما بقتش عمليه جراحيه. التوجيه، التوجيه الملاحي ده مهم جدا. بالظبط. في انواع لعمليات الزراعه؟ في انواع لعمليات الزراعه طبعا. في احنا قلنا زي ما قلت لحضرتك، اولا في اللي هو الهاند تكنيك، يعني ان انا بستخدم ايدي اثناء الزراعه، وده ميلي بيبقى لو هعمل امبلانت واحده. بنعمل حاجه اسمها بارالينج، يعني المفروض الزرعه تبقى نازله بشكل راسي، لان الزرعه لو اتحطت، دي معلومه برضو من الحاجات اللي دايما نقولها، الزرعه لو اتحطت بشكل مائل بتجبر المضغ اثناء المضغ، الستريسز او الفورسز اللي نازله اثناء المضغ انها تنزل عليها بشكل مائل. اوكي، اي ضغط نازل على الاسنان بشكل مائل ده بنسميه ديستركتيف فورس، يعني ايه؟ قوه مدمره. اي ضغط نازل بشكل رأسي ده النورمال فورس. يعني ربنا خلق لنا كده سبحان الله، قفلت سناننا نازله في الشكل الرأسي ده. اي قوه هتنزل بشكل في يعني بنسميها لاترال فورسز، دي بتنزل تدمر الاسنان وتدمر الزرعه. فاحنا لازم تبقى نازله زي ما بقول لحضرتك. فلما هعمل، لما هعمل كذا عدد من الامبلانت، ما ينفعش ابدا اعملهم بهاند تكنيك، مستحيل، عمرك ما هتظبط نفسك، لازم هضطر استخدم الكمبيوتر جايد، او هضطر استخدم او الكمبيوتر يساعدني ان انا اقدر احطها مظبوط بشكل صح بالانجليشن بتاعها المظبوط. في كتير من الناس سنة بيخلعها او خلاص بتتدمر او بيسيبها لغايه لما تتدمر خالص زي ما بيحصل، وتقع سنة وخلاص تفانش ويسيبها، مش باينه قوي، يتحايل على الموضوع ان هو ما يضحكش، ما يحاولش يبتسم كتير، ويتهيأله انه ويأجل، يعني يقول لك انا في الصيف مش فاضي هروح في الشتاء، لما اخلص جواز البنت، لما اخلص ايجار مش عارف ايه، لما خلص ايجار العربيه، هو على طول لما اعمل صيانه للعربيه. على فكره الناس هنا في مصر لطاف جدا، بيعملوا صيانات للعربيه، بيعملوا صيانات لبيتهم، اه والله صيانات للشاليه في الساحل، صيانات لكل حاجه الا اسنانهم، ما يروحش غير لو هو اتوجع بقى. للاسف. لا طبعا، اي فقدان للسنان بيأثر على جميع اسنان الفك، ومش فقط بس بيأثر على الأسنان اللي هي مجاورة للمكان اللي فقد فيه، لا، لأن سبحان الله الأسنان بتتحرك ناحية أي مكان فاضي. يعني الأسنان نفسها لو في مكان فاضي جنبها بتبتدي الأسنان تتحرك، سواء زي ما احنا كده شايفين في الفيديو، نلاقي الأسنان اللي بجانب المكان الفاضي ابتدت تتحرك ناحية المكان الفاضي، والأسنان اللي فوق ابتدت تنزل على المكان دوت. فبيحصل مشكله في الفك كله، تلاقي القفله بتاعتك بقى فيها مشكله، او الاوكلوجن بنسميه. طب الاوكلوجن ده بيأثر على ايه؟ على مفصل الفك. مفصل الفك دي من الحاجات، انا دايما اقول كل واحد يحافظ على مفصل فكه، مفصل فكه، لان دي حاله الساعه 2 بالليل الامرجنسي اللي يعني اللي طب الاسنان بينزل الجري عشان يلحقه طبعا. وغير كده كمان الجراحة فيها مش حاجة يعني برضو، طبعا بقى في عندنا دلوقتي التكنيكس كويسة، بس الجراحة فيها من الحاجات الدقيقة جدا، ولما بيحصل مشاكل فيها بنبقى حلها ما بيبقاش بالسهولة اللي احنا متخيلين. فطبعا مشاكل فقدان الأسنان ومشاكل المفصل دي من الحاجات اللي دايما ننبه ليها، ما ينفعش نسيب سنة نقول انها اتخلعت فخلاص انا مش عوضها، من الحاجات المهمة جدا ان احنا لازم نعوض السنة دي. في ظل التكنولوجيا اللي انت شرحتيها النهاردة واللي ابهرتنا الحقيقه، الزراعه تاخد وقت قد ايه؟ الزراعه لو انا هعمل سنجل امبلانت 15 دقيقه، زرعه واحده 15 دقيقه، ربع ساعه، ربع ساعه تكون مخلصين ومقفلين. في بعض الحالات، خليني برضه ابقى اونست، في بعض الحالات تيجي تقول يا دكتور انا عايزه في نفس اليوم اركب الكراون،
بقول لها انا ما عنديش مشكله لو حاله العظم كويسه والزرعه وضعها كويس ممكن جدا في نفس اليوم نركب الكراون. في بعض الحالات بقول لا ناجل 3 شهور نركب الكراون عشان سلامه الزرعه ونتاكد ان هي ابتدت تمسك في العظم بشكل مظبوط. لان في دلوقتي كلام برضو بيتروج في السوشيال ميديا ان كل البروسيدير بتخلص على حسب الحاله. في حالات تنفع معايا البروسيدير تخلص في نفس اليوم وفي حالات ممكن ان احنا نستنى 3 شهور. بعد الزرعة مطلوب من العيان ايه؟ بعد الزرعة احنا بندي معظم الحاجات اللي بنديها للعيان بروفيلاكتيك وقاية اكتر منها علاج. يعني بنديله انتيبيوتيك نوع من انواع الوقاية مش اكتر لكن هي ليست علاج. ولكن العيان بيتعامل بشكل طبيعي جدا في حياته. بينزل في ناس تقولي طب بكرة يعني ما روحش الشغل؟ لا روح شغلك عادي. احنا ما عملناش حاجة. يعني احنا ما عملناش حاجة يعني اسهل من خلع يعني خلع الضرس ممكن تكون مور يعني حاجة complicated أكتر منها. خلع الضرس يعني يقول لك أنا عادة. ولا هي مهمة. طبعاً. لكن الـ الزراعة دلوقتي عادي جداً ما فيش أي حاجة. والعين زي ما بقول حياتك حتى لو كتبنا له مسكن أو حتى مضاد حيوي بنكتبه للوقاية وليس للعلاج. بس فقط. تآكل عظم الفك. قصة مثيرة جداً. طبعاً. طبعاً. أحد المشاكل اللي بتحصل بسبب فقدان الأسنان هو تآكل عظم الفك. الناس اللي بتفقد أسنانها ومصرة ان هي تاكل على المكان اللي مفقود فيه الاسنان ده احد المشاكل اللي بيصيب الشخص ده بتاكل عظم الفك. فبعض الاحيان في امراض بتعمل كده. يعني في حاجات يعني من ضمن المشاكل السكر انه بيسبب في تاكل عظم الفك وبيسبب في مشاكل كمان ممكن يخلي السنان توصل لمرحله ان هي يحصل فيها موبيليتي او تتلخلخ ونضطر ان احنا نخلعها. فتاكل عظم الفك ده طبعا من الحاجات اللي ممكن ان احنا نتجنبها ولو نتيجه لسبب صحي لازم ابقى واخده بالي منه من الاول. لو الانسان لو المريض محتاج زراعه عظم ايه يعني ايه زراعه عظم؟ زراعه عظم لو انا عندي هو انا اقول لحضرتك برده على حاجه برده من الحاجات المهمه جدا. الزرعه دي بيبقى ليها طول اوكي وليها عرض معين اوكي. زمان كان الديزاين احنا نقول ايديال مثلا 10 مثلا في 3.7 او في 4. طيب دلوقتي بقى في نيو ديزاينز بتتعمل لو انا عندي طول العظم مش كبير. في دلوقتي زرعه اسمها 4x4 احنا حتى بنسميها على اسم العربيات ال 4x4. 4x4 يعني ايه؟ هي طولها 4 مللي وعرضها 4 مللي اوكي. وفي دلوقتي بقى في 5 مللي و6 مللي عرض. وبالتالي انا بعوض الطول دلوقتي في العرض. يعني انا اهم حاجه عندي المساحه بتاعه سطح الزرع المساحه عشان دي تتقبل عشان تتقبل الضغط ده بالظبط كده. فهل كل الحالات اللي ما فيهاش كميه عظم بدخلها ممكن اعمل لها زراعه عظم؟ لا ممكن اغير ديزاين الزرع. طب في حالات بيبقى الجيوب الانفيه كبيره جدا وواصله طبعا لمرحله بنسميها حتى بيحصل حاجه اسمها نيوماتايزيشن. ده بيخلي الجيوب الانفيه مفيش كميه عظم اقدر احط فيها الزرع. دلوقتي بقوا بيعلوا الفلور او الجزء اللي هو بنسميه الارضيه بتاعه الجيوب الانفيه بتعلى لفوق لحد ما نوصل لللانس بتاعي اللي انا محتاجاه. وممكن احط ارتفيشال يعني بون صناعي مفيش مشكله ممكن احقن بون صناعي. بس هي البون الصناعي ده لازم ياخد تايم يمسك في البون الطبيعي. لكن عمليات بقت على فكره سهله وبسيطه وما بقتش مكلفه برضو يعني زي الاول بس موجوده وطبعا بتتعمل بشكل رائع. يعني هل كل حالات الزراعه لازم تنجح؟ ما معنى انها تنجح؟ لو اتعمل تشخيص كويس لازم تنجح. لازم تنجح. لازم. تشخيص. تشخيص واختيار الزرعة، اختيار النوع اللي يخص العيان ده، بنشوف الأمراض المفروض موجودة عنده، كل الحاجات دي بتأثر في الآخر على نجاح الزراعة. وحاليا في ظل التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، ما بقاش في عيان أقدر أقول إن هو ما ينفعوش زراعة، لا كل العيانين أقدر إن أنا أجد لهم حلول. الزراعة. العيان بعد الزراعة يعمل ايه؟ حياته تمشي ازاي؟ هيعيش حياته عادي؟ ياكل زي ما هو عايز؟
يعني لو بحب الدوم مثلا هقول لحضرتك على حاجه يكسر مكسرات. اوكي انا دايما اقول حتى للعيانين والله في ناس بتحب تاكل تلج هقول اه والله خلينا نتفق على شيء. في ناس بتفتح البيبسي بايديها في ناس فينا او معظم العيانين ودي ثقافه برضو مش انا حشيت السنه انا ركبت زرعه انا عملت تركيبه انا بقي بقى بروتكتد او بقى محمي اوكي صناعي بقيت راجل روبوت. خليني اقول حاجه حديد لا كل ما يفسد سنان ربنا كل ما يفسد سنان ربنا يفسد التركيبات ويفسد الزرعات ويفسد الحشرات. مفيش حاجة اسمها خلينا برضو احنا كل اللي احنا بنقوله ده بنحاكي خلقة ربنا واللي هي طبعا مفيش افضل منها. فلو انا هوصل لمرحلة ان انا هاكل براحتي مش ههتم بسناني هفضل هافي سموكر وادخن وادخن بشراهة مش مفيش ما بروحش للدكتور بشكل دوري ما فسد سناني ووصلني مرحلة ان انا اخلعها عندي سكر زي ما حضرتك قلته مش مظبطه وارد جدا يفسد اي تركيبات او اي زراعات في الفم. فالعناية من الحاجات المهمة جدا جدا نحافظ على صحتنا. كل الحاجات اللي بتضر الاسنان زي ما قلنا التدخين في ناس بتدخن بشراهة وده بيأثر على السنان بشكل صعب جدا. فاحنا كل ما نقلل من الحاجات دي كل ما هنحافظ على الزراعه الموجود. طيب بسرعه ومن غير دبلوماسيه ومن غير تفكير كتير. تمام. مين تلبسيه البدله الزرقاء وتقولي ده متهم هيلبس بدله زرقاء يعني هيتحكم عليه حكم ويتحط في قفص الاتهام ومين اللي تلبسيه بدله حمراء يعني متهم جدا جدا كل كلاهما ارتكب خطا بس ده اخف اللي لابس ازرق ده أوكي. واللي لابس احمر طبعا ده مجرم عديد الاجرام. نبدا بالازرق مين اللي يلبس بدله زرقاء في عالم الزراعه اللي يلبس بدله زرقاء الناس اللي هي مدمنه ستيكي فود او مدمنه الاكل اللي هو كل انواع الاكل اللي هو بيلزق في سطح الاسنان اللبان في ناس غاويه اللبان وتقول لك انا ما اقدرش اللبان مش ممنوع ولكن الديلي يوز او الاستخدام اليومي لي خطر اليومي يعني انا عمري ما بحرم اي عيان من اي شيء اقول له ده ممنوع ما بحبش كلمه ممنوع ولكن الديلي يوز من الحاجات الستيكي او الحاجات اللي بتلزق في سطح الاسنان منتهى الخطوره. طيب ده البدله الزرقاء البدله الحمراء البدله الحمراء ده مجرم عديد الاجرام وليه الهيفي سموكر المدخنين التدخين بشراهه البسوا بدلة حمراء في عالم الزراعة مش البسوا بدلة حمراء. انتي نورتي وابدعتي وسعدتيني جدا. الحوار مع الاكاديميين ممتع جدا يا جماعة. شكرا. الحوار مع الاكاديميين كله علم. النهاردة انا استمتعت للغاية مش مجاملة بشرحك التفصيلي. اولا بدأتي زي ما بنسميه from the top. بدأنا بالاحدث في عالم الزراعة. شرحنا يعني ATM زرعة الحديثة. شرحنا يعني ايه انتجريشن للعظم في الزراعة. شرحنا انه الزرعة خلي بالكم اللي استفدتوا جدا ان الزراعة هي شركة ما بين الدكتور فريق العمل وما بين المريض. المريض مشارك في نجاح الموضوع قبل وبعد. المريض اللي ما بيزبطش سكر لا يزبط سكر ويمتنع عن التدخين حتى قبل الزراعة فترة عشان ينجح. والبعد الزراعة المفروض يراعي الموضوع. القصة مش مجرد ان انا زرعت فخلاص اصبحت انا زي سوبرمان. مش محمي. مفيش سوبرمان في الطب. مفيش حاجة حماية في الطب. مفيش حاجة يعني اللي هو بقى البطل الاسطوري اللي بيطلع من ايديه البتاع الحديد ده بتاع جون هاكمان. لا مفيش الكلام ده. هيو هاكمان. فلا احنا دلوقتي بنتكلم على زرعة ممكن يحصلها نفس اللي حصل لسنانك لو انت استمرت في نفس المنوال. إذا غنيت نفس الأغنية السيئة حزين. من تدخين وأكل فاست فود وأكل حاجات ستيكي ومفيش رعاية في الدكتور وسكر مش مظبوط وبتراعي كل حاجة في حياتك ما عدا إن أنت تروح تظبط سنانك يعني شيء مخيف للغاية. طبعا نورتي وشرفتي. شكرا شكرا. واحدة من نجوم عالم طب الأسنان النهاردة ضيفتي العزيزة دكتورة منى جلال المدرس واستشاري تركيبات وزراعة الأسنان دكتوراه تركيبات وزراعة الأسنان من كلية طب أسنان جامعة عين شمس. نورتي الدكتور وأسعدتينا بحوار شديد الرقي في عالم طب الأسنان والزراعة تحديدا. شكرا دكتورة. وهنتظرك بقى في بقية الحاجات إن شاء الله في التركيبات إن شاء الله والتجميل. شكرا دكتورة أيمن. أسعدتينا. خليكوا دايما مع الدكتور.
أهلا بكم. الحاجة اللي ممكن تخلق مجرم، اللي ممكن تحول مسار إنسان من اتجاه لإنسان الاتجاه تاني، اللي بتظل زي ما تقول شوكة في جسم وفي عقل وفي وجدان كل بني آدم، هو التنمر. التنمر خطر جدا يا جماعة، والمتنمر واحد من أسوأ الشخصيات في الحياة عموما. الشخص المتنمر اللي هو الشخص اللي دايما بيعيب على الآخرين، بينتظر فيهم أخطاء وإلى آخره. وتنمر أنواع وأشكال وإلى آخره، في كل برانش في الطب على فكرة في حاجة دايما إحنا نقف في التنمر ونقف نتكلم عنها. لكن السمنة واحدة من أشهر صور التنمر، ودلوقتي جراحات السمنة أجمل حاجة بسمعها إنهم كل شوية بيقدموها. في دلوقتي جراحات بتعمل في سن مبكر. هنسأل النهاردة ضيف العزيز في هذه المنطقة المهمة جدا، طبعا اسم متميز للغاية وقيمة علمية كبيرة بتبقى دايما حواري معها في الدكتور، شيء يدعو للسعادة ويدعو إلى الكثير جدا من الحماس العلمي. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة مستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. أهلا بك. أهلا وسهلا. النهار هبدأ بالأطفال. أنتوا دلوقتي احكي لي بقى يعني كده الأول مقدمتك الحلوة عن جراحة السمنة في هقول اليانج أدلت أو الأطفال. الأطفال طبعا من سن 11 سنة يمكنهم إجراء العملية، بس يكون وزنهم طبعا زايد فوق 100 كيلو يعني يعني حاجة بسيطة يعني. طبعا في مقاييس تانية بالبرسنتايل والبادي ماس إندكس، لكن احنا يعني يمكن كمجتمع عربي أو يعني كمصريين احنا بنخاف على أطفالنا أصلا من إجراء أي نوع من العمليات. لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنقه او مش بعيد خالص ان هم يصابوا بنفس الامراض. السمنه ما بتفرقش يعني الطفل اللي هو وزنه زياده طبعا ده عنده مشاكل، يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير دوت، انه الطفل معزول وخايف يندرج في المجتمع وعنده مشاكله النفسيه ومشاكله الصحيه برضو كمان. يعني السمنه مش هترحمه من السكر ومش هترحمه من الضغط ومش هترحمه من قطاع النفس اثناء النوم، اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنامش، وطول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسه بتاعته طبعا طول الوقت عايز يشبع بقى من النوم، الحلق مليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه، وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض. فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض ان هي تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيره، هو دي سمنه مفرطه يعني ما لهاش. فطبعا انقاص الوزن حاجه مهمه جدا. احنا طبعا ما بنعملش عمليات كبيره في الاطفال، يعني هي عمليات زي تكميم المعده اللي احنا عارفين تماما انه العمليات زي تحويل المسار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفيتامينز، وده طبعا ممكن ياثر على الطفل في نمو هرموني او نمو عظام او نمو بصفه عامه يعني. فما بعد 11 12 سنه ممكن يعمل العمليه. طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنه ولسه يعني قدرته المينتالي مش قادر يتواصل مع المجتمع، او ان هو مش هيقدر يستخدم التول دي ان هو يقدر ما انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني لو. لا اجله شويه يعني، هو طبعا لازم المينتاليتي او حتى التواصل الكوميونيكيشن لازم تو بي اسيسد كجزء من المنظوم. الطفل برضو اللي ما يعملش اللي ما عندوش سبورت عائلي يعني الاسره نفسها مش متحمسه لان هي تساعده، لان الطفل اللي هو عمل عمليه تكميم دي من ابسط العمليات، هي لا تؤثر على الامتصاص. هي عمليه انت شلت جزء من المعده، صغرت حجم المعده يعني، فده معناه ان هو يعني لازم يحافظ شويه من السكريات من الشوكولاتات من الايس كريم، وده صعب جدا على الطفل. عشان كده لازم يكون في دعم اسري يحافظ عليه شويه، او ان هو يساعده في ان هو يتواصل ما بعد العمليه او يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العمليه. فهي عمليه السمنه في الاطفال احنا بنختصرها. الحاجات الثانيه الاوبشنز الثانيه مش متاحه. انت طفل مين اللي هتقعد تقول له اعمل نظام تغذيه هو وزنه يعني كبير كاسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوس من المفاصل يعني عظمه متني يعني خلاص تقوس يعني مش قادر يتحرك بتاعته، مش ده اللي هيتابع نظام غذائي. تعال بقى هات راكب بالون، ما البالونه دي قبل 15 16 سنه المعده لن تستوعبها، حجمها ما يعني ما بركبهاش
طيب هنسيب الطفل بقى بالوزن ده؟ لا، يبقى عايز عمليه تكميم المعده من العمليات المفيده الامنه التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال. هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال. تمام؟ من يريدون الاطفال دي كيس قدامي، يعني واحد بعت لي 31 سنه 38 سنه متجوز من 8 سنين، من اكتر من 8 سنين. حاول ينجب اكتر من مره، وكل مره يروح يتقال له لازم تنزل وزنك، ده راجل كمان على طبعا. فكره السؤال هنا، يعني كثير من الناس تتفهم انه الست عندما يزيد وزنها هي لا تستطيع الانجاب، لكن قليل من الناس مش متخيله حجم زياده الوزن تاثيره السلبي ايه على الانجاب بالنسبه للذكور نفسهم، لجوده الحياه والمنام. والله هما الاثنين، يعني طبعا الذكور والاناث في نفس الدايره. يعني طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبه في طريق الانجاب عند الرجال وعند النساء. عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحه والقدره الانجابيه او القدره الجنسيه. انا يعني طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبه في طريقهم، لان بتحول هرمونات الذكوره الى هرمونات اخرى نسويه. مش بس كده، ده انت يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه قد تؤثر بالسلب على الانجاب والقدره برضو الانجابيه، زي السكر. انت يعني السكر ده ما هو حاجه مرتبطه بالسمنه المفرطه. السمنه جابت لك السكر، وبالتالي السكر برضو هياثر على الاعصاب وياثر على الصحه الانجابيه. الناس اللي بقى عندهم كوليسترول زايد بسبب السمنه المفرطه وعندهم مركب بقى دعامات وبالتالي يدخل في يعني نقص في كفاءه القلب، وده ينعكس برضو على الصحه الانجابيه بصوره. يعني اقصد انه السمنه هي عائق امام الرجال. في ناس تانية طبعا ده مش مشكلتها بس كده، يعني مش بسبب صعوبة الانتصاب او القدرة على الانجاب، بسبب البطن اللي هي طول الوقت كبيرة وبندلس وساقطة على، يعني حتى ميكانيكالي صعبة، فيها صعوبة يعني ان انت تأدي حياتك او يعني الطبيعية. يعني النمرة التانية عند السيدات عندهم تكيس مبيض واضطراب هرمونات، والمبيض يعني بيبقى في وضع اشبه بالمعطل يعني. طيب احنا في سيدات بتنجب بالرغم من وزنها، ربنا يوفقها طبعا. احنا يعني لو دخلت قيصريه دي بيبقى دكتور التخدير بيبقى بيحسب انفاسه في انه يولد سيده وزنها كبير. دكتور النساء بيبقى طبعا في معاناه شديده اثناء المتابعه، وتخيل بقى ان حضرتك ده هيعمل قيصريه في وزن كبير، ده ان حصل حمل يعني. فطبعا لا انصح تماما ان احنا نقصر في ان احنا ناخد الطريقه الفعاله في انقاص الوزن، عمليه تكميم بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه 12 ساعه في المستشفى. انت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد انه يعطلك على الانجاب او يعطلك على يعني ان انت تمشي بشنط ادويه وانت في سن صغير؟ انا يعني يمكن بشوف ناس والله ما كملت 40 سنه وبيقعد في وضع عارف الوضع المرضي الحج بقى، اللي خلاص اللي هو انتقل من مرحله الشباب اللي هو المفروض يعيشوا في وضعه الطبيعي. بيتقال حج او يحج؟ وصل لمرحله الحج بقى في فتره يعني هو مش بتاعته. مأساة. يعني 40 سنه مش شباب، يعني في لعيبه كوره عندهم 40 سنه بيلعبوا كوره على المستوى العالمي. طبعا زلاتان يعني ابراهيموفيتش ده عنده حاجه ده عدى ال 40 وبيلعب. الناس طبعا يعني طبعا لايف ستايل مختلف شويه ووضع مختلف. فاحنا يعني طبعا هو، وعلى فكره يعني هو مجموعه الامراض المرتبطه بالسمنه المفرطه هي بتهزم الوضع السني. يعني انت عندك 40 سنه، انا كنت قاعد مع حد يمكن في العياده بقعد فريندلي كده، في ساعات طبعا بقعد اخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني، فتلاقي السن فعلا صغير وفعلا مش ما عداش ال 40، وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليسترول العالي وتدهن الكبد وياخد ادويه للمفاصل، ويقول لك انا اصلا عندي انزلاق غضروفي وعندي، انا فعلا يعني بيبقى صعبان عليا جدا يعني كحاجه. مش وضعك ده، مش 40 سنه ممكن. وانا انا يمكن متحفظ في ان انا انقل الصوره نفس الصوره دي على السيدات. تخيل ان الوضع ده الست وتوصل سن لسه سنها صغير في الثلاثينات، والله العظيم بتبقى واخده وضع خمسينات وستينات. يعني ليه كده؟ هو ده السمنه، هي دي السمنه اللي بتحبس الانسان، اللي بتغير شكله، اللي بتغير سنه، اللي بتهزمه نفسيا انه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه. عند السيدات، وعلى فكره بقى انا اقول لحضرتك على معلومه
يمكن السيدات اكثر عرضه للتنمر، يعني الكلمه بتفرق معاها جدا. يعني طبعا الستات حاسين جدا للوزن وحاسين جدا بتبقى فعلا، ونسبه الاكتئاب مش قليله خالص عن السيدات بسبب الوزن. نسبه كبيره جدا جدا جدا، وماشيين اوريدي على الانتي ديبريسنت. البنت في 25 سنه وماشيه على ادويه انتي ديبريسنت، ادويه اكتئاب، بتزود الوزن، تلاقيها بقى زادت في الوزن، نفسيتها غير مستقره، ويعني في اكتئاب شديد، وتلاقيها ماشيه على ادويه بتزود اصلا الوزن. ما تنزل وزن، ما خلاص ناخد القرار لانقاص الوزن، عمليه في نص ساعه، وبعدين ده حاجه سهله جدا يعني. يعني البنات الصغيرين والاطفال الجراحات فيهم سهله. يعني ايه سهله؟ هو ده احسن واحد يدخل بنج، هو لا سنه صغير، احسن واحد جدار بطنه ماليه يعني سهل ان انت تشتغل فيه بالمنظار، احسن واحد دهونه غير في دهون كده بتبقى معلش ريزيست، لا دهون فعلا ستيكي يعني صعبه وتلاقي الحركه في البطن صعبه من كتر الدهون، يعني اتخشبت في البطن. فطبعا السن الصغير دول لا لسه يعني دول كويسين جدا في الجراحه، وعندهم قدره ان هم يرجع لحياته في شغله في يوم او يومين. الولد اللي هو عامل هو مش هو يعني بيترجم الوضع للواقع المظبوط، اما تلاقي تعمل عمليه بتلاقي الطفل الصغير ال 11 13 سنه ده عايز اروح 6 7 ساعات عايز اروح، هو مش عايز يقعد في المستشفى لانه بيترجم الواقع. اللي بيبقى كبير في السن متوقع المشكله، متوقع انا بقى هتألم، طب انا شفت فلان، طب انا عملت، بيبقى متوقع الموضوع قبل ما يقوم. فبتلاقي الاطفال مختلفين خالص، والسن الصغير بيبقى كويس جدا. نمره كمان بقى استفادتهم من العمليه كمان جلدهم رائع، اعلى الجلد سليم، ما بيحصلوش ترهلات، يقدر يمارس رياضه، انقاص وزن، حرقه كويس، جسمه لسه الميتابوليك يعني الميتابوليكالي لسه اكتف وبيولوجيكالي جميل ويتحرك ويروح. الانسان زي العربيه كده بيمشي قد ايه؟ ما هو العربيات يقول لك ايه العربيه دي ماشيه كذا، الانسان زيها على فكره. صحيح. بيبقى ماشي قد ايه؟ ماشي 15 17 سنه. فعلا يعني ماشي زي تعتبريها كده ماشي 10000 كيلو. ايوه الاجهزه بتكبر عربيه قويه طبعا، ايجنج لسه زي ما هي، ايجنج كونديشن في كل حاجه طبعا، الحياه كلها ايجنج طبعا. احنا كلنا فنيين يعني، فاحنا بنستفيد من العمليات دي في السن الصغير في الحاجات دي كلها. انا انصح تماما ان احنا في اي سن تعمل فيه العمليه وتنزل وزنك مظبوط. احنا ليه ننتظر في لحد الامراض ما تتحكم فينا ويبقى فيه صعوبه اصلا في انقاص الوزن؟ يعني دي ترجع لوزن تلاقي عندك دعامات في القلب وسكر، ونقعد نحضر بقى والله في عيانين بتاخد بالشهور تحضير، ماشي على ادويه سيوله عشان القلب، وماشي على ادويه للسكر، وماشي على ادويه للضغط، ونقعد نظبط في الغده الدرقيه وادويه اكتئاب وحاجات بنقعد فيها بالشهور، وصدره نفسه مش قادر ياخد نفسه، فبنقعد نحضر فيه كتير. السن صغير لا، انت بتعمل عمليه في وقت قصير، ترجع لوقتك الطبيعي في وقت قصير جدا. سؤالي الجاي سؤال متعلق بالجايد لاينز، يعني بالايه جايد لاينز عشان بس الناس تبقى فاهمانه، اللي هي الارشادات، الناس اتفقتوا على ايه؟ انا كنت عارف ان انتوا بداتوا تحطوا في جايد لاينز ايجيبشن جايد لاينز، ودي حاجه كويسه. فمن ضمن الاسئله اللي انا متشوق ليها دلوقتي، سؤال جالنا عن واحد باعت والدته 50 كيلو 50 سنه تعاني من مرض السكر وزنها 90 كيلو. هنا الحته دي هي عنوانها هلا تتعمل ولا ما تعملش، هتستفيد ولا مش هتستفيد، الجايد لاين اللي انتوا اتفقتوا عليها او بداتوا تتفقوا عليها وترسموا خارطه الطريق بتقول ايه؟ احنا بس خلينا ناخدها من الافسو، المنظمه اللي طبعا اللي هي الرئيسيه بتاعتنا، يعني الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، يمكن كان في اظن من 3-4 سنين في مدريد، كان انه الوزن مش لازم يبقى يعني سمنه مفرطه عشان تعمل عمليه، انت ممكن يبقى كتله جسمك 30 سكر غير منتظم تعمل عمليه. يعني دي تستفيد جدا جدا من السكر، وخصوصا في السن ده، السن ده السكر فيه بيبقى قاتل فعلا، دي حقيقه. سن الخمسينات ده وتلاقي السكر في السماء، الست هو الشكل كده، بتلاقي الشبكيه ابتدت تحصل فيها مشاكل، وتلاقي ابتدت تعمل بقى عمليات، وابتدت وخلاص الديوريشن موجود، يعني بتلاقي السكر بقى له ديوريشن، بقى له توقيت، بقى له مرور سنين عليه، وفتره ده كلمه جميله جدا. انت كل تعرض للسكر اكتر مضاعفاتك اكتر يعني السكر واقع. مرض ديوريشن في الاساس مش سيفيريتي، تراكمي ديوريشن يعني كل ما الوقت طول
كل ما الخطوره زادت طب الكلى ابتدت وظيفتها تعلى وابتدت الاطراف وتلاقي الحركه اصلا قليله وتلاقي مش حاسه اصلا باطرافها، فطبعا تستفيد جدا. الاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليات الجراحين الملكيه الانجليزيه والامريكيه. نورت وابدعت كالعاده يا دكتور. هيبقى الحوار مستمر، ولكن زي ما انا بقول دايما بصوت المريض ومن غرفه الجراحات، وهذا امر نتمنى ان نراه كثيرا جدا، لانه بينقلنا الى زي ما بيقولوا من الناحيه النظريه والشرح النظري الى الحوار العملي الى غرفه العمليات. خليكم دايما مع دكتور. انا اسمي دينا، وزني 116، سني 21 سنه. كنت من وانا صغيره مليانه اصلا، بس كنت بزيد وبتخن وكده. في اخر فتره كنت تعبانه جدا من شكلي، فجاه زدت جدا بعد ما قعدت من الجامعه، اخدت الاجازه بقى وكنت عندي فراغ للاكل ومش بشتغل، فكان وزني زاد جدا وحالتي النفسيه تعبت بقى، وبابايا حتى لاحظ ده، هو ومامتي ما كنتش بنزلش خالص ولا بروح وباجي، فبابايا كان بيشجعني ان انا اجي اعمل العمليه دي. قبل العملية 116 كيلو ودلوقتي بقى 92. الفترة ما بين العملية كان 24 كيلو اللي أنا خسيتهم دول كان في 3 شهور. هو اختلف معايا الموضوع في الخروج، نفسيتي ما كنتش بخرج من البيت أساسا، دلوقتي بقيت بخرج. لبسي كل ما ألبس حاجة كانت قديمة عندي ما بعرفش ألبسها بسبب وزني أو شكلي فيها ما كانش حلو، دلوقتي بقيت أعرف ألبسها وببقى مبسوطة قوي قوي قدام نفسي قدام المراية. لو انت عايز تبقي احسن تقفي قدام المراية ومبسوطة بنفسك لازم تعملي ده، لازم تاخدي القرار ده. ولأي حد عايز يعمل عملية ما تخافش، ولازم تيجي ولازم تاخد القرار ده. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور سيد الاخرس، اهلا بك دكتور ايمن. عايز ابدا الحوار المثير ده لان النهارده في مفاجات وحوار مهم العلمي وتفسير مهم جدا، لكن هو السؤال اللي انا طول الوقت طول ما انا جاي بسال نفسي، لماذا بطانه الرحم المهاجره الان؟ سؤال من 1860، من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكاتينسكي تحت الميكروسكوب، واكتشف بؤرة بطانة الرحم المهاجرة إنها خارج من مكان الرحم، وبدأت القصة من اليوم ده. بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة، ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها؟ أحيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ إن ما تمشيش مع طرق تانية، بمعنى
ضبطانة الرحم المهاجرة، هذا الكيان الغير extraordinary، الغير اللي هو يعني extraordinary يعني غير تقليدي، غير تقليدي متفرد. ان بطانة الرحم لو اتفقنا انها هي الجزء، لو ده الرحم هي الجزء المباطن للرحم. هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية، ايه علاقته ببقية الجسم؟ كيف تتواجد هذه الخلايا في اماكن مختلفة؟ يعني ايه مريضة تيجي تنزف من الانف فتجد بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه مريضة يحصل فيه إلحاح بولي وتبول أحيانا لا إرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب، ده بطانة رحم مهاجرة، إن في دم في البول، دم السرطان، ده بطانة رحم مهاجرة. يعني إيه انتفاخ في البطن؟ ده بطانة رحم مهاجرة. يعني إيه ألم في العضلات؟ ده بطانة رحم مهاجرة. يعني إيه تعب لا تشفو منه أبدا؟ كرونيك فاتيك سندروم، ده بطانة رحم مهاجرة. يعني ايه كحة وأزمة؟ ده بطانة رحم مهاجرة. يعني ايه حمى بحر متوسط وتطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه مالتوبل سكليروزس ويطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه خلل في الغدة الدرقية ويطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه بؤر في الجسم طالعة ونديول وأورام في عضلة البطن تطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه ضمور في عضلة يطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه ألام ألام في السياتيكا والأعصاب ويطلع الموضوع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني ايه؟ يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيظهر امتى؟ واذا كان ليه وقت معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش؟ اذا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة، يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانابيب وتخرج بره، يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحام اصلا وفي بطانة رحم مهاجرة. الله، مش كنا بنقول لو شلنا الرحم نعالج بطانة رحم المهاجرة؟ طب اللي ما عندهاش رحم عندها بطانة رحم مهاجرة ازاي؟ طب مش قلنا لو شلنا الرحم والمبيضين يبقى بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالعة من التبويض فشلنا المبيض اهو، واذا كان هو بينزل من الرحم فشلنا الرحم اهو، فتتحل المشكله فنلاقي ان في بطانة رحم مهاجره. يعني ايه بعد سن انقطاع الدوره وما يطلق غلط، يعني غلطا كده او يعني خطأ. جمله خطا انه سن انقطاع الدوره سن الياس ويطلع بعديه بطانة رحم مهاجره؟ الله، يعني ايه ان بعد انقطاع الدوره وتاخد بعض الهرمونات التعويضيه فتنتشر بطانة الرحم المهاجره؟ طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه؟ طب ايه كمان بطانة رحم المهاجرة؟ هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي؟ وهل بطانة رحم المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس الشوكولات، يعني الكيس اللي موجود الكيس الشوكولاتة اللي موجود في المبيض، ولا احنا بنقسمها الى اوفيريان واكسترا اوفيريان؟ يعني ايه؟ يعني في المبيض وخارج المبيض، وفي المبيض وخارج المبيض، فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض. يعني لو جت في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها داخل الحوض، يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس. بس تفسر إزاي لراحة الرئة؟ وتفسر إزاي إن يحصل كاتامينيال نيوموثوركس، يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهريا أو مع الدورة الشهرية، او يحصل كحه دمويه حتى لو كان رير؟ فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطانة رحم المهاجره رقم واحد. هو انا جالي ليه بطانة رحم المهاجره؟ زي اسئله كتير جدا من البنات، مش معنى انا اللي جاني بطانة رحم المهاجره، هو ده خلل ولا وراثه ولا طريقه اكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت الى البيئه؟ هل هي دي فقط الاسباب ولا في اسباب اخرى؟ المرض ده له طبيعه هرمونيه، له طبيعة تأثيرها هرمونية، لأن برضه وله علاقة بالبطنة وثيقة.
احدى مرضانا الجميلات بتقول ايه؟ تقول لك بدأ بص يتكون، بدأ يتكون التهابي، شكل التهابي وصل لمرحلة الصديد، فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحال. الحتة دي مهمة قوي بقى، حتة مهمة قوي، حتة انه تدل على ان هذا المرض مناعي، ما يسمى بالريتيكولار سيستم بروليفريشن، اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن انتاج الخلايا او التعامل مع خلايا الدم الجاهزه للتصدي للالتهاب زي الطحال. فتضخم الطحال هنا في مرض، في حاله مش المفروض. ما تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه؟ نفكر انه ده قد يكون مرض، قد يكون اورام، فتكون ليكيميا، ليكيميا، ليمفوما، هوجكن، الكلام اللي هو ده، اللي يكون السرطانات خالص، او اذا كان بدا يحصل الدم. سرطانات الدم او بدا بلينيك يحصل انلارجمنت. او بدا يحصل زي ما انت قلت ايه، ريتيكولار اندوثيليال سيستم بقى بدا يحصل بروليفريشن، بروليفريشن وبدا ينتج بقى هايبر بليزيا. طيب. احنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني ايه النهارده تاكيديه وستيب باي ستيب للناس، عشان انا نفسي كان يفهموا النهارده بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحم المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي. وإيه التوازن ما بين هرمون الاستروجين والبروجسترون، ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذائه الحقيقي الاستروجين، هرمون الاستروجين، هرمون الأنوثة، وبالتالي يبقى في خلل، في خلل لانتاج هرمون البروجسترون، عشان كده معظم الادويه الخارجيه تبقى هرمون بروجسترون او بروجستوجينز كلها المصنعه بكل اسمائها المختلفه عشان يعادل الاستروجين. وبالرغم بعض الادويه اللي بتبقى بنديها زي نظائر الجونادوتروبين عشان توقف الاستروجين، إلا نلاقي برضو المرض أحياناً على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر. إيه ده؟ لأن هو عنده مصنعات للإستروجين الموضعي، يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بؤرة بقت تطلع إستروجين خاص بيها. شوف قد إيه ماكرو ولقمه وعنفه. ولما بتدي بعض الادويه زي الاروماتيز انهيبيتورز اللي بتادي بتدور ان هو ما يكونش الاستروجين فيبدا يتحسن الوضع وياثر لبعض الناس. وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم قرايب واللي نسب بطانه رحم المهاجره تبقى موجوده فيهم تصل احيانا الى 8 اضعاف، نلاقي كمان عندهم ان نسبه البروجسترون في جسمهم اقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم. وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها، الأرضية اللي موجودة فيها بطانة الرحم، والتوازن مع الميتالوبروتينز انزيمز والتيشو ميتالوبروتينز انهيبيتورز، يعني انزيم موجود في بطانة الرحم مسؤول على انتاج الخلايا بتاعت بطانة الرحم، وواحد تاني يوازن ان البطانة دي ما تتوغلش، فازاي واحد يبقى اقل من التاني فتلاقي ان البطانه تتوغل لما تخرج بره مكانها الطبيعي فتتوغل في الانسجه؟ ليه عندها استعداد تبقى انفيزيف، تغزو الانسجه، تخش تحت البريتون؟ يعني ايه ده، ايه القدره دي؟ عندنا نظريات مختلفه قاسيه جدا، ولكن النهارده بس عشان يبقى الحاله دي ما تعديش لانها صعب انها تتكرر بجد. لو احنا هبدأ بحالة ان احنا بنتكلم على بطانة الرحم المهاجرة وعلاقتها بالمثانة البولين، حالة سين ولا حالة نون؟ قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا. لو احنا قلنا رجعنا للاستوديو هنا وقلنا ده الجهاز البولي، كليتين كده، ايوه بالظبط، كليتين، حالبين، مثانه بوليه، رحم، بص موقع الرحم، الرحم.
كليتين، هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة؟ لو كده واضح الأمر قول لي. اه بس عايز اشيل الكب ده بعيد هنا. اشيل ده كده؟ ايوه كده تمام. واضحة الصورة كده؟ اه حلوة قوي. كليتين، الكلية تنزل البول من الحالب هيروح المثانة البولية. والمثانة البولية على بر على مجرى البول خارجين. ازاي بطانة رحم المهاجرة؟ احنا اتفقنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله، لكن ازاي تصاب المثانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة؟ ازاي يصاب الحلبين ببطانة الرحم المهاجرة؟ ازاي يصاب الكلى ببطانة الرحم المهاجرة؟ المثانة البولية ممكن تصاب المثانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة يا اما برايمري ليجن، يا اما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها، او اتنقل لها بالجوار. يعني يا اما اثناء الجنين في بطن الام، لو قلنا المثانة البولية هنا يبقى ما بين المثانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنيني يفضل موجود، يا ما بين فازايكو يوتراين او فاجينو فازايكل، يا ما بين الرحم والمثانة البولية، يا اما ما بين المثانة البولية والمهبل، يفضل كامن الانسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الاستروجين والدورة الشهرية، تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمثانة وتبدأ على سطح المثانة وتتوغل لداخل المثانة. ادي لو كان برايمري ليجن في المثانة البولية. يا اما ياتروجينيك، يعني بسبب جراحة قبل كده. جراحة قبل كده ايه؟ في الرحم اثناء عملية قيصرية او استئصال رحم او استئصال ورم ليفي. بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المثانة البولية لو جرحت او بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه. يبقى ده شكل من اشكال المرض الموجود في المثانة البولية. تيجي المرأة تشتكي بايه؟ تشتكي بتكرار في البول، حرقان في البول، احيانا بول مدمم، ممكن تشخص على انه سرطان في المثانة البولية. هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المثانة البولية؟ ممكن نستأصل الورم؟ عن طريق ايه؟ يا اما نخش بمنظار مثانة بولية، منظار في المثانة البولية، يا اما على منظار البطن ونتعامل. طيب ده هنتعامل النهاردة، ممكن نعرض اكتر من 15 حالة من داخل مستشفى الامم في بطانة رحم مهاجرة داخل المثانة البولية. اللي فوق دي الدكتور حاطط ايده عليها دي دي المثانة البولية. وتحتيها الرحم. وتحتيها الرحم. تحتيها الرحم. لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تليف وبطانة رحم مهاجرة اصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دول يرتشحوا. يعملوا ضغط بقى؟ يعملوا ضغط. لو اعتبرت الكلية دي بتنزل البول كده. والكلية دي بتنزل البول كده. وبعدين هينزلوا في المثانة. تتميل المثانة يخرج البول برة. لو الضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل ايه؟ حوض الحالب ده يتوسع. وبعد كده حوض الكلى. لو بدأ يقفل لدرجة قفل تماما، الكلية دي مش عارفة تصرف اللي فيها. تتضخم وبعد كده تضيع، خلاص حصل لها لص، وبعدين يحصل لها اضمحلال وتنكمش وتفشل تماما. يعني بمعنى ادق، لو احنا اعتبرت، عاوز اقول ان حالبين، رجعنا بس الصورة دي كده تاني نقرب منها، حالبين اكن كل واحد منهم بينزل اهو، نرفعها بقى شوية دي. لو احنا قلنا ادي الحالبين. ماشي واضحة كده. والاخضر ده حالب وبينزل نقط البول، والازرق ده حالب تاني وبينزل نقط البول، لغايه لما المثانه البوليه تحت بتتجمع. ولما المثانه البوليه تتجمع منها البول اللي نازل من الكلى باستمرار كده، هنفضي المثانه. لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهمر ده، وبالتالي يحصل ايه؟ ارتشاح في حوض الكلى وارتشاح في حوض المي. بس تعالى نبدا من مدام ناديه فرحات، مرض بطانة الرحم المهاجرة داخل المثانة البولية، نقدر نستأصل الورم بالكامل بالمنظار
عن طريق البطن وجزء عن طريق مثلا البوليه. تعال نشوف مع بعض حاله مهمه في منطقه مهمه صعبه صعبه, صعبة جدا, وانها لو قلنا انها فيري رير انها نادره, لا ده تصل دلوقتي مثلا البوليه في مرض المسالك البوليه اكتر من 80% من الحالات بتبقى موجوده في المثانه, اكتر من 40% من بطانه الرحم المهاجره المتوغله موجود معاها مثانه بوليه من شكل اذا كان سطحي او بدات موجوده في العمق. تعال نشوف, تعال نشوف مع بعض. دي المثانه والرحم, ده بقى على الحقيقه عادي جدا, ودخلنا بمنظار البطن قاعدين هنفك المثانه. مدام ناديه دي عندها الام رهيبه وتشخصت على اساس انها ورم سرطاني في المثانه, تاخد عينه من منظار من المثانه في معهد القومي للسرطان, وجات للمريضه وكان فيها بطانه رحم مهاجره لما اتاخدت عينه بمنظار المثانه. جات المريضة ادي منظار البطن واحنا بنفك التصاق ما بين المثانة البولية وبين الرحم. فكينا الالتصاق, نسرع شوية الحركة لو سمحت. انا هنا هنعمل ما بين منظار البطن وما بين منظار المثانة البولية. فكينا الالتصاق بالتدريج, بنفك الالتصاق ما بين المرض بطانة الرحم المهاجرة في المثانة البولية اللي عامل بؤرة حجمها حوالي لا يقل عن هنشوفها في الآخر حوالي 10 سنتي يعني 10 كبيرة سنتي. كانت كبيرة نيديول كبيرة. بص المثانة البولية, بص النيديول دي كبيرة 10 سنتي دي مساحة كبيرة جدا. لما بتيجي تعمل بطانة الرحم المهاجرة على المثانة البولية لازم تكون عامل منظار مثانة, ولازم تكون بص احنا مضلمنا هنا عشان نقدر نكتشف المرض, واحنا عاملين منظار المثانة هو المضيء تحت. ادي منظار البطن ومنظار المثانة في نفس التوقيت. دكتور كريم عمر شغال بمنظار المثانة بيعمل هنا ايه, هنا بيعمل ديماركيشن بالاندو جوه بالاندوسكوب في منظار المثانة لغاية لما حددنا المرض داخليا بمنظار المثانة. من خلال منظار البطن احنا كنا محددين عاملين ديماركيشن للمرض. يعني ايه ديماركيشن؟ حددنا المرض المكان الطبيعي والغير طبيعي. احنا هنا بنعمل ايه؟ كنا بنوقف بعض الاوعية الدموية اللي من المثانة, ان احنا بنفتح المثانة. ادي البروتون اللي مغطي المثانة, ادي الفات او الدهون اللي موجودة على المثانة. بدأت هنا افتح المثانة البولية واستأصل الجزء المرض اللي موجود من المثانه. بنعمل كاننا بنعمل بارشل سيستكتومي, جزء من استئصال المثانه البوليه بالمرض. نقلل السرعه, نقلل السرعه عشان تبان الصوره لو سمحت. المرض اهو, شوف البقره اللي هي موجوده على الناحيه اليمين اللي ماسكها دي. شوف المرض كبير قد ايه. بنقدر احنا محددين ما بين الجزء المصاب من المثانه البوليه. احنا دلوقتي بنتكلم على مرض هو بطانة الرحم المهاجرة في المثانة البولية, بعيد عن بطانة الرحم المهاجرة اللي في المبيض, بعيد عن بطانة الرحم المهاجرة اللي موجودة في الحوض, اللي موجودة على المستقيم, اللي موجودة على الروابط العجزية. لا, بنعرض النهاردة ادي احنا كده داخل المثانة البولية, ده فتحة مجرى البول ودي فتحة الحالبين, هيبانوا دلوقتي يمين وشمال. لما بنعمل دبل جي, بنحط دعامات موجودة تخش في المثانة عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من فتحة البول ب 2 سنتي, وإلا هيعمل استريكشر ويقفل الحالبين, يعمل ضيق, هيعمل ضيق. استأصلنا المرض, وبعد كده الخياطة تماما بالمنظار. ممكن نجري الحتة دي, بنقفل
زي اي نسيج. تقدر تتعامل مع المثانه البوليه طبعا، تقدر تستأثر منها بطانه رحم مهاجره طبعا، تقدر تشخص المرض اتفقنا، ممكن تشخصه بالسونار وممكن يهرب منك من السونار، تشخصه بالام ار اي ولو كان اقل من 3 سم ممكن يهرب منك من التشخيص. الام ار اي هو اعلى في تشخيص عن السونار وادق كمان عن المنظار المثانه. لو لو كان المرض انترميديت يعني ما عملش اختراق كامل للمثانه البوليه ووصل للمكوزه ممكن ما تشوفوش بمنظار المثانه. ادي المشوف قد ايه وبعد كده بنطلعه بالمورسيليتور فرمناه وطلعناه بتاع بتاع الورم الليفي اللي طلعنا منه اهو الورم عشان ما نفتحش فتحه كبيره، وبنعمل انسبكشن للبطن كلها ونشوف اذا كان في مالتي فوكال، يعني هل في بطانه رحم مهاجره موجوده في اماكن اخرى غير المثانه البولين. يبقى هنا احنا بصدد دي اول حاله من حالات بطانه رحم المهاجره الموجوده في المثانه البولين. انت نورتنا لي. الله يخليك وسعدت بهذه الزياره سعاده غامره، وفي النهايه رساله اسمعها منك انت اللي هتختم النهارده لجمهورك. والله عاوز اقول ان احنا مع على الدرب مع بعض، وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفه الحقيقه الكامله لمرض مثل بطانه الرحم المهاجره بابعاده الحقيقيه، بمدى انتشاره، بمدى تعمقه، بمدى خطورته، بمدى الوعي المفروض، بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البريفنتيف بيتر دان كيور او البريفنشن بيتر دان كيور، الوقايه خير من العلاج، والوقايه دائما لا تاتي الا بالمعرفه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ده حتى اتقاء الله وقايه عشان الاخراج. يعني اتقاء الله كانك تقي نفسك من التقيه، انك يبقى في جزء من الوقايه، لكن لما ربنا يقول وذلك اقرب للتقوى. التقوى هنا مش معناه انه تقي يعني طيب او انسان ورع فقط، ولكن ياخد كل اسباب الوقايه من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض. الحقيقه انت نورتنا واسعدتنا، ويعني فعلا استفدنا استفاده كبيره جدا من هذه، ودايما مبدع ودائما متجدد. وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا لمرض ما، دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعديه وبتجيب لي حاجه جديده للغايه. عايز اقول حاجه مهمه جدا، اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجره مصريه، اسعدني حواري جدا مع سيده فاضله عظيمه جدا مصريه تعيش في المانيا، حقيقه اسعدتني جدا بحوارها واستماعها لينا، لقاء مع صديق في هولندا استاذ ابراهيم، لقاء مع صديقي في امريكا استاذ الياس. الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد واسعدني جدا احساسهم، وهم بيقولوا لي ان احنا بنبقى مبسوطين جدا واحنا بنقدمكم للامريكان او الهولنديين او الالمان على ان دول هم المصريين الحقيقيين. خليكوا دايما مع المصريين الحقيقيين، وخليكوا دايما مع الدكتور. انطلق المؤتمر الخامس لطب النساء التجميلي الخاص بالمؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر تحت عنوان الابتكارات في مجال صحة المرأة والحوض، بحضور أكثر من 400 طبيب من أبرز العقول والخبرات في مختلف المجالات الطبية. تناول المؤتمر أحدث التطورات في التقنيات العلاجية التجميلية والطبية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المرأة من خلال جلسات تعليمية متخصصة وعرض لأحدث الأبحاث العلمية. ويعتبر المؤتمر منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين في هذا المجال الحيوي، حيث إن المؤتمر سلط الأضواء على كيفية تطبيق الابتكارات العلمية وأحدث التقنيات ومدى تأثيرها على صحة المرأة النفسية والجسدية. أنا النهاردة كنت في الجلسة الأولى للمؤتمر، كان موضوع الجلسة موضوع مهم جدا، وهو
القضاء على ظاهرة ممارسة ختان الإناث على أيد العاملين في المجال الصحي أو الطبي، ودي موضوع مهم جدا لأن نسبة الممارسة تعتبر عالية في مصر من أعلى الدول، وبرضو إن هي يتم هذه الممارسة الضارة اللي ما فيش فيها أي منفعة ولا فيها أي سند علمي أو سند طبي أو سند ديني، فالممارسة بتاعتها ليها أذى وأضرار شديدة جدا على البنات وعلى مرحلة بعد كده لما بيتزوجوا في حياتهم الزوجية، مشاكلها عديدة على الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الجنسية، كل دي أضرار يعني إحنا في غنى عنها إن إحنا نأذي بناتنا، فلازم إن إحنا نتوقف عن هذه الممارسة. مش بس كده، لازم الأطباء وهم قلة الحقيقة اللي هم بيمارسوا هذه العملية يتوقفوا عنها، لأنهم كمان بيعرضوا نفسهم لمساءلة طبية وغلق العيادة والمنشأة الصحية بتقف تماما، فكل ده لازم إحنا نتفادى بأن إحنا نمتنع عن الممارسة، وده حاجتين، عن طريق التوعية وعن طريق إن إحنا بنوعي الأطباء بالقانون إن هم ما يمارسوش هذه العادة الضارة. فالحقيقة يعني كانت الجلسة مهمة جدا وكان فيها أكتر من متحدث، أنا تحدثت على الناحية يعني الوضع العالمي لهذه الظاهرة والوضع في مصر وظاهرة التطبيب والآليات والإجراءات اللي من شأنها توقف عملية تطبيب ختان الإناث. أنا هنا في مصر بين أهلي وأحبابي نتيجة دعوة كريمة وجهتها American Association للمشاركة في هذا المؤتمر الخامس. في الواقع كانت للآن مواضيع شيقة، حضور جميل، وأيضا وجود أساتذة كبار فذ من جمهورية مصر العربية أفضل للجميع أهمية الموضوع بحد ذاته، وكذلك أثرى الحضور بالمعلومات القيمة وخاصة بوجود الدلائل العلمية في هذا المجال، وكذلك الحضور العالمي في وجود أيضا مشاركين عالميين في هذا المؤتمر. أنا في الواقع أتمنى أن يكون إن شاء الله قدامنا يومين حافلين، وسأكون مشارك بمحاضرة في يوم الغد بأمر الله في موضوع أيضا يهم صحة وجمال المرأة العربية. أهلا بكم في مؤتمر الست الجينيكولوجي اللي هو مؤتمر الطب التجميل النسائي الخامس، والحقيقة كان لي الشرف أن أكون الرئيس الشرفي للجميع السنوات من أول ما أنشئ لحد اليوم. الحمد لله ما عداش سنة إلا ما أكون حاضر الحمد لله، ودايما بقول بحث علمي وإلقاء ضوء على حاجة جديدة شغالين فيها. البحث الحقيقة السنة دي المواضيع كلها يعني فيها تشويق وفيها إثارة وفيها كلام جديد بيشمل كل مواضيع، بذات من ختان الإناث وإيه هو ختان الإناث وهل ده مجرم مجرم ليه عشان كذا 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 كذا، هيتكلم ده في المؤتمر، والفرق بينه وبين التجميل النسائي. هنتكلم كمان فيه على موضوعات سقوط الرحم والسقوط المهبلي وازاي ان احنا نصلحه جراحيا وتأثيره على الناحية الجنسية او الناحية الكواليتي اوف لايف او الحياة بتاعت السيدة بعدها. في مواضيع شاملة على موضوع السلس البولي جلسة كاملة، ودي بتكروس البريدج يعني ما بين الجراحة النساء ولادة وبين اطباء المسالك البولية وازاي نتعاون في حل مشاكل السيدة. بيتعاون في مشكلة طبعا معروفة جدا اللي هي المينوبوز او سن الياس، هل هو سن الياس دي كلمة صح ولا سن الياس من المحيض، وازاي ندي امل للستات ان هم ممكن المشاكل بتاعتهم تتحل سواء كان مشاكل جنسية مشاكل نسائية مشاكل بولية تتحل مع هذا الموضوع. الحقيقة النهاردة المؤتمر الخامس للطب التجميلي ده يوم مهم. الطب التجميلي من 5 سنين كان الاسم ده مش مفهوم ومش معروف، لكن بعد 5 سنين ابتدى يبان ويثبت نفسه. يعني ايه الطب التجميلي النسوي؟ يعني إعادة وظائف الأعضاء، إعادة الشكل، إعادة المضمون، إعادة الأداء بتاعة الكثير من الأعضاء النسوية اللي ممكن يكون فيها مشاكل.
المؤتمر النهاردة بيتكلم عن حاجات كتير جدا، من أهمها التشوه اللي بيحصل من ختان الإناث، ودي فرصة مهمة جدا إن إحنا نقول إن إحنا محتاجين نتكاتف أكتر ومحتاجين جهود للدولة أكتر في منع ختان الإناث، وخصوصا وإحنا عندنا دلوقتي ضيوف مصر من السودان الشقيق، وهم الحقيقة قصة منع الختان عندهم مش واضحة قوي زي ما هي في مصر، فاحنا محتاجين نشتغل أكتر على التوعية من هذا الأداء الغير صحي والغير أدمي. أنا سعيد جدا أن الأمريكان أسوشيشن دعاني يمكن للمرة الرابعة على التوالي، كل سنة بيدعوني عشان أحضر المؤتمر، لكن بصراحة اللي عجبني قوي أن أول جلسة في المؤتمر كانت بتناقش موضوع غاية في الأهمية، هي عبارة عن مشكلة موجودة في مصر لغاية دلوقتي ولم نستطع بأي حال من الأحوال القضاء عليها تماما، هي مشكلة السيركمسيشن أو الختان. احنا بنحاول نمنع الختان بقالنا فترة كبيرة قوي، إلا أني نزل 2 ريبورت من يونيسيف والدبليو اتش او قالوا أن معدل حدوث الختان في مصر وصل لغاية 87%، ده دلوقتي حاليا. الأدهى والأمر أن اللي بيقوم بعملية الختان في 60% من الحالات هم أطباء من المجال الطبي، رغم وجود قانون يمنع عمل حاجة زي كده. كانت مناقشة بناءة جدا، كان في أعضاء من مجلس الشعب موجودين، أعضاء من الهيئات القضائية، أساتذة من كليات الطب المختلفين، وكلهم كانوا بيتكلموا على هذا الموضوع وبيطرحوا وجهات النظر في القضاء، مش بس على ختان الإناث لا، ولكن القضاء على الميديكاليزيشن. إيه المقصود بيها؟ إن احنا نحاول منع الأطباء من ممارسة الختان. احنا في الكلية الملكية البريطانية باك ان انجلند من ضمن الخدمة المجتمعية اللي بتعملها انجلترا عن طريق الكلية الملكية في مصر، احنا بنيجي نعمل كل سنة جاثرينج كبير قوي، وبنعمل وركشوب خاص بمنع الختان في مصر. الحقيقة انا سعيد بالمشاركة في المؤتمر الخامس للأمريكان أسوسيشن. المؤتمر كل سنة بيحصل فيه تطور من حيث المادة العلمية، تطور من حيث الحضور، تطور من حيث التنظيم. الحقيقة السنة دي فيه أشياء جديدة في المؤتمر. إن شاء الله أنا هشارك في المؤتمر بمحاضرتين. المحاضرتين هي آخر الإرشادات العالمية القائمة على دليل بالنسبة للنون هرمونال ثيرابي أوف المينوبوس، الاستخدام الأدوية الغير هرمونية في علاج الأعراض ما بعد سن اليأس أو بعد سن الإياس أو بعد سن منتصف العمر. المحاضرة الثانية اللي هتكلم عنها اللي هو استخدام الحاجة اسمها بايو ايدنتيكال هرمونز في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبرضو اعتمادا على آخر إرشادات للبريتش سوسايتي أوف مينوبوز. المؤتمر فرصة أن يحصل فيه تبادل للأفكار ولقاء مع أطباء من مختلف أنحاء العالم، عندنا من العالم العربي ومن غير العالم العربي فيه أساتذة محاضرين. بنشكر الأمريكان أسوسيشن على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى لها المزيد من التقدم والنشر العلم. دكتور تيناتن from جورجيا، بتتحدث عن المؤتمر ان هو المؤتمر الخامس لطب التجميل النسائي، وقد ايه ان طب التجميل النسائي من اهم العلوم اللي مش كانت واخده حقها ودلوقتي بدات تظهر للمجتمع، وهي بترحب بوجودها في مصر في مؤتمر طب التجميل النسائي. our patients